السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم زملكاوي على قناة نادي الزمالك. طيب، بنسمع كلام كتير الفترة الأخيرة على لعيبة زملكاوية بتنتهي عقودها وبيمضوا في نادي تاني، ويمكن بنسمع كمان على لسان صحفيين سواء مصريين أو حتى سعوديين. وطبعا الناس بتقعد تكلمني انا كخالد الغندور وكمقدم لبرنامج زملكاوي، يعني هو الكلام ده حصل يا كابتن خالد؟ هو فعلا فلان مضى؟ هو فعلا فلان خلاص مش هيجدد معانا؟ فبقعد اقول لهم والله الله اعلم. ولكن الحقيقه اللي انا عايز اوصل لها يا جماعه هو ان عمر الزمالك ما هيقف على لاعب. صدقوني احنا كزملكاويه بنشجع نادي الزمالك، أكيد كلنا بيبقى نفسنا إن كل اللعيبة المميزة اللي عملوا اسم كبير داخل نادي الزمالك أكيد كلنا بنتمنى بقائهم في الفرقة. لكن في النهاية ده بيبقى قرار لاعب، اللاعب بيتخذ قراره سواء بالبقاء والتجديد والتضحية في بعض الأحيان ماليا ويبقى في الفرقة، فبيبقى شيء مقدر جدا عند الجمهور وبيرتبط عاطفيا باللاعب وبيحطه يعني فوق دماغه. لكن بعض اللعيبة بتفضل الرحيل وبتفضل التقدير المادي اكتر من المعنوي، وبتفضل انها تعمل ما بتفضلش انها تعمل مجد قوي يعني على مستوى الزمالك، او بتكتفي باللي عملته وبتروح لتجربة جديدة. لكن انا بقولها لكم ومنتهى الصراحة، أنا عندي ثقة كبيرة جدا في مجلس الإدارة اللي موجود حاليا، بغض النظر عن أي حاجة، أنا عندي ثقة كبيرة جدا إن المجلس ده قادر على تكوين فريق جديد في موسم جديد، قادر على إنه يمضي أي لاعب عنده رغبة حقيقية في التواجد داخل نادي الزمالك، قادر على جلب لاعبين جدد سواء أجانب أو مصريين. احنا يا جماعة من 2014 اتخذ احمد حسام ميدو والمجلس في ذاك الوقت برحيل حوالي 18-19 لاعب، وكان الزمالك بقاله فترة ما بياخدش بطولات ولا بياخد بطولات دوري، وقرر انه يستقطب تقريبا على ما اتذكر حوالي 17 لاعب جديد. وكان ساعتها حاجة غريبة جدا، 17 لاعب جديد 2014، هل ده معناه ان احنا نقدر ناخد دوري؟ ازاي يعني فريق في فرقه تمشي 20 لاعب وتجيب 17 لاعب ولسه مش متعودين على بعض ولسه يعني مفيش الانسجام وصعب جدا ان فرقه تغير كل اللعيبه دي وتاخد بطوله؟ وسبحان الله السنه دي يا جماعه خدنا دوري وكاس، وكنا قاب قوسين او ادنى من الحصول على كاس السوبر كمان، لولا ان كهربا ضيع ضربة الجزاء والهدف الثاني اللي كان هيخلص على اللقاء في الشوط الأولاني بعد ما تقدم الزمالك بهدف لعمر جابر. وبالتالي كان المجلس ده هو اللي قرر هذا القرار. خدنا بطولة الدوري ورحل مجموعة من اللعيبة وجبنا بلعيبة جدد، وصلنا نهائي أفريقيا ولم نوفق أمام سان داونز، وبعد كده خدنا السوبر المصري، خدنا كاس مصر اكتر من سنه ورا بعض، ثم خدنا بعد رحيل بعض اللعيبه المهمه زي فرجاني ومصطفى محمد خدنا الدوري العام المصري بعد غياب 5-6 سنين، وكمان السنه اللي قبليها خدنا السوبر الافريقي والسوبر المصري. في لعيبه دلوقتي ممكن تمشي وفي لعيبه ممكن تفضل، انا والله ما اعرف عشان ما حدش يقول بس خالد بيمهد لحاجه او محتاجه، والله ما اعرف، انا بسمع زيكم. في النهايه القرار هو بتاع اللاعب، احنا عندنا لعيبه مهمه عايزين نبقي عليها، عندنا ابو جبل، عندنا بن شرقي، عندنا طارق حامد، عندنا حازم امام، عندنا لعيبه اجانب قد تبقى او قد ترحل، زي نفسنا اشرف بن شرقي يفضل، نفسنا اناجم يطور من مستواه هو وحمزه المسلوسي، عرزاق سيسي نفس القصه، عمر السعيد، عندنا اشرف روق، عندنا لعيبه هتفضل. يعني بالعربي كده في لعيبه كتير هتنتهي عقودهم. في رغبه من الزمالك للتجديد لبعض اللعيبه. وفي لعيبه الزمالك منتظر
ما يقدرش يكلمهم في التجديد دلوقتي لان مستواهم الحالي ما يؤكدش على بقائهم او رحيلهم. وفي لعيبه الزمالك متاكد ان هو يعني لن يجدد ليهم، حوالي 2 3 مثلا، تمام؟ وبالتالي احنا شغالين على ارض الواقع على بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله افريقيا. ومع نهايه الموسم هيكون في رحيل لعيبه سواء بمزاجهم هم، كنا احنا عندنا رغبه ان هم يفضلوا بس هم قرروا ان هم يروحوا مكان تاني، او لعيبه الزمالك مش محتاجه الفتره دي، او لعيبه جددت. ودي سنه الحياه في اي فرقه، ما عندناش مشكله. لكن المؤكد يا جماعه ان الزمالك كبير وهيفضل كبير، واللي بيسيب الزمالك هو اللي بيندم، واللي بيسيب الزمالك هو اللي بيخسر مش الزمالك. لان الزمالك اللعيبه كلها، مفيش مارادونا في كره القدم يا جماعه، مفيش مارادونا، مفيش ميسي، اللعيبه كلها قريبه من بعض. والقصه قصه فلوس. الزمالك الفتره اللي جايه بالمداخيل اللي داخلاله، بالاستقرار المادي اللي هيحصل ان شاء الله، عندنا قدره ان احنا نشتري اي لاعب ان شاء الله باذن الله. ولو لعيب عندنا جامد قوي مشي نقدر نجيب اجمد منه، ولو لعيب فضل ان يروح نادي تاني لا، عندنا خيارات كتيره جدا نستطيع من خلالها ان احنا نبني فرقه من اول وجديد، ونصنع فرقه من اول وجديد، ونجيب اجانب جامدين جدا، ونجيب لعيبه مصريين. وما تخافوش على الزمالك، وان شاء الله باذن الله دايما الزمالك في الحته اللي كل الزملكاويه نفسهم يكون فيها ان شاء الله. طيب نمره 2 بقى اللي عايز اتكلم فيه. امبارح بدات حمله من اجل الوقوف بجانب النادي الاسماعيلي، وده دورنا. شفت ناس، بعض الناس متضايقه ان احنا واقفين مع النادي الاسماعيلي، وناس بتقعد ترمي بعض الكلام اللي ملوش لازمه، لكن في النهايه نحن لن ننساق لهؤلاء. لا، احنا اكبر من احنا ننساق لهذه التفاهات او الكلام اللي بيتقال، لان العلاقه نادي الزمالك بكل الانديه المصريه علاقه محترمه بيسودها الود والاحترام والروح الرياضيه. التنافس موجود، التنافس موجود. نادي الزمالك بيكن كل تقدير والاحترام للنادي الاسماعيلي، رغم ان على مدار تاريخ الاسماعيلي والزمالك ما خدوش لعيبه كتير من بعض، عكس مثلا الاسماعيلي والاهلي. لكن رغم كده الاسماعيلي بيرحب بالزمالك طول الوقت في ملعبه، وطول الوقت الزمالك راح يلعب في ملعب الاسماعيلي ما عندوش اي مشكله. مرحب جدا ان الزمالك يلعب مع الاسماعيلي في القاهره، ما عندناش اي مشكله. بعض الناس اللي بتقعد ترمي كلام على فكره الاسماعيلي بيفوت، اصل الاسماعيلي بيعرفش ايه، الكلام اللي بيطلع في اوقات اما الزمالك بياخد دوري، وهو الزمالك ما خدش الدوري كتير مقارنه بالنادي الاهلي، لكن في الاوقات اللي الزمالك بياخد فيها دوري لازم يطلع هذا الكلام. طبعا اللي بيفوت اي لقاء يا جماعه لازم يكون هو الاقوى، يعني انا اقوى وعندي قدره على ان انا اسيب ماتش الفرقه اضعف مني، لكن ما ينفعش اقول على فرقه قويه اقوى من فريق ان الفريق الاضعف او الاقل قوه هو اللي بيسيب الماتش، ده مش منطقي ولا عقلاني. وبالتالي الناس اللي بتروج لده خليها تروج زي ما هي عايزه، لكن احنا هنا دورنا في قناه نادي الزمالك ان احنا نكون في ظهر الانديه الشعبيه. الدوري المصري يا جماعه والكره المصريه والكره في العالم كله هي كره جماهير مش كره شركات. شركات طبعا لها كل التقدير والاحترام، شركات بتستثمر في مجال الكوره، ودي الحياه اللي جايه. لكن الكوره ومعنى الكوره الحقيقي هو في الشعبيه والجماهيريه. فما تيجي تقولي محافظه زي محافظه الاسماعيليه بتاكل وبتشرب وبتنام كوره، الاطفال والكبار والعواجيز والسيدات بيعشقوا النادي الاسماعيلي ومرتبطين بلعيبه على مدار التاريخ. فنقدر نقول ان النادي الاسماعيلي ده بوابه كبيره جدا لمنتخب مصر.
يعني انا في وقت من الاوقات كان الاسماعيلي عنده 7 لعيبه في منتخب مصر، والزمالك 5 6، والاهلي 6 7. يعني الاسماعيلي بيدي منتخب مصر لعيبه قد الزمالك والاهلي، رغم ان امكانياته الماليه اقل ومحافظه اصغر بكتير، لكن يبقى نادي الاسماعيلي قيمه كبيره جدا في الكره المصريه على مر التاريخ، على مر التاريخ. وزي ما قلت لكم كمان، هو النادي الاسماعيلي بيدي لعيبه كتير للانديه، منهم الزمالك والاهلي. يمكن النادي الاهلي مثلا اكتر نادي استفاد من لعيبه النادي الاسماعيلي على مر، وكلهم اصدقائي واصحابي، بدايه من عماد النحاس، بدايه من محمد عبد الله، احمد فتحي، سيد معوض، محمد بركات، خالد بيبو، شريف عبد الفضيل، محمود متولي، عمرو السولية، احمد فتحي، يعني مش عايز اقول لكم، خيري، احمد خيري، كل دي، حتى حسني عبد ربه كان خلاص مضى وراح النادي الاهلي لولا ان الاسماعيليه اتضايقوا وزعلوا، عبد الله السعيد، كل دول ابناء النادي الاسماعيلي وترعرعوا ونجوميتهم كبرت في النادي الاسماعيلي قبل ان ينتقلوا للنادي الاهلي. عندنا لعيبه زي مثلا احمد علي كان موجود في النادي الاسماعيلي والزمالك جابه. محمد عواد كان متواجد، كان يمكن راح مثلا اعاره للوحده السعودي ورجع، وتم شراؤه بمبلغ كبير جدا، الاسماعيلي استفاد منه تعدى الحاجه و30 مليون جنيه. محمد عواد، الزمالك اعطى للنادي الاسماعيلي 35 مليون جنيه اعتقد ثمن لعواد، واستفاد اعتقد النادي المصري بالنادي الاسماعيلي بهذا المبلغ الكبير. فعلاقتنا يا جماعه اكثر من رائعه مع النادي الاسماعيلي، واحنا حزانه عشان النادي الاسماعيلي في الموقف ده. احنا بنكن كل تقدير والاحترام لكل الفرق، لكن احنا بقى منحازين. انا منحاز للمصري، ومنحاز لبورسعيد والمصري، منحاز للاسماعيليه والاسماعيلي، منحاز للاتحاد السكندري واسكندريه، انا منحاز للفرق دي، منحاز لاسوان ان شاء الله ترجع، منحاز. انا ببقى بقعد عمال افكر واتابع دوري الدرجه الاولى بيه، واقول يا رب نادي شعبي يصعد، واقعد اشوف مين الفرق اللي ممكن تنزل لدوري الدرجه الاولى بيه، واقول يا رب ما فيش نادي شعبي ينزل. احنا عايزين كوره، عايزين جماهير. تخيلوا ما جماهير ترجع يا جماعه، تخيلوا مثلا الاسماعيلي والزمالك، الاسماعيلي في الاسماعيليه 20,000 في الموجودين في الملعب، الزمالك في استاد القاهره مع الاسماعيلي 50,000 و60,000 متفرج، كان بيحصل ده وانا كنت بيحصل معايا ده. اسوان واحنا هناك 20,000، هنا قد ايه؟ انا لعبت في ماتش في المقاولين العرب ضد اسوان 40,000 متفرج، 40,000 متفرج ماتش الزمالك واسوان في ملعب المقاولين كان فل. يعني الانديه الشعبيه دمنهور، منصوره، يا نهار ابيض على ايام المنصوره دي، ودمنهور، يا فرق كتير يا جماعه. جمهوريه شبين، كنا بنلعب جمهوريه شبين في المنوفيه، بنروح نلعب الملعب فل. السويس، الله اكبر على السويس، وحب المحافظات، محافظه السويس لكره القدم. يعني اتمنى من كل قلبي عوده السويس للدوري الممتاز. هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الكوره الحقيقيه. انت ما بتشوف الدوري الانجليزي، بتشوف تلاقي مثلا الليفربول اللي احنا بنتابعه في كل حته، راح يلعب في اي ملعب تلاقي الملعب كله بيشجع الفرقه اللي قدام ليفربول. مفيش ملاعب فاضيه، مفيش ملاعب ما فيهاش جمهور، مفيش يعني دوري فيه 4 انديه بجمهور و14 نادي ولا 13 نادي ولا 12 نادي ما عندهمش جمهور. دي الكوره قلبت لفلوس واقتصاد وكل حاجه، لكن الكوره جمهور، الكوره نجوميه، الكوره شعبيه، الكوره شهره للاعب وهو نازل ويحس بنفسه وبقيمته من خلال الجمهور اللي بيحبه. هي دي الكوره. عشان كده احنا مع النادي الاسماعيلي، والنهارده عاملين برضو مداخلات لنجوم من نجوم من النادي الاسماعيلي، وفي ظهر النادي الاسماعيلي، وبنشجع النادي الاسماعيلي، ونتمنى انه يخرج من كبوته. هل هيخرج من كبوته ان الزمالك مثلا هيلعب مع الاسماعيلي فعايز الاسماعيلي يغلبه؟ لا، احنا عايزين نكسب الاسماعيلي رايح جاي.
اي فريق هيلعب نادي الاسماعيلي عايز يكسب الاسماعيلي، لكن الاسماعيلي احنا يعني بنقف جنبه معنويا، وعايزين نعرفه قيمته الكبيره في مصر، وحب الجمهور بمختلف انتماءاته للنادي الاسماعيلي اللي ياما متعنا واللي ياما جاب لعيبه لمنتخب مصر. لكن اللي هيطلع النادي الاسماعيلي من كبوته هم لعيبه الاسماعيلي، هو جهازه الفني ومجلس ادارته، هو الجمهور العظيم اللي ورا الفرقه في اي مكان. دول عشان كده بنتمنى ان يكون عندهم الدوافع والعزيمه والاراده والقوه ان هم يرجعوا النادي الاسماعيلي لمكانته. لا يمكن تقول لي ان احنا 18 نادي والنادي الاسماعيلي في المركز الاخير بنفس نقاط ايسترن كامباني. النادي الاسماعيلي بعد 10 ماتشات جاب 3 بونت، مغلوب 7 مباريات ومتعادل 3 مباريات، و10 ماتشات ما كسبش ماتش. لا يمكن، ما صدقش ان ده النادي الاسماعيلي. فكل الاحترام والتقدير للنادي الاسماعيلي. دي كان كمان من الحاجات المهمه اللي عايز اتكلم فيها. عايز اقول كمان حاجه مهمه جدا، يمكن انا اتكلمت ان الوداد والرجاء الفرق المغربيه قيمتها في قيمه جمهورها. النهارده المملكه المغربيه قررت عوده الجماهير مره اخرى للملاعب، وده كمان تدخل من رئيس الاتحاد فوزي لكجع، فإن شاف إن قيمة الفرق بتاعته في وجود الجمهور. فعشان كده النهارده رسميا سمح بدخول الجمهور في مباريات الفرق المغربية القادمة. ده معناه إن نادي الوداد هيكون متواجد معاه جمهور يوم السبت. ده بيصعب اللقاء. بيصعب اللقاء أكيد، يعني لما تلعب بدون جمهور غير ما تلعب بجمهور عاشق لفرقته، ولكن في نفس الوقت بيدي دوافع للعيبة الزمالك ان يكون اكتر تركيزا، ان المباراة هتكون صعبة مش سهلة، ان الوداد هيلعب مع جمهوره بعد طول غياب، بعد غياب اكتر من سنتين الجمهور بيرجع، فلعيبة الزمالك تركز اكتر، ونتمنى ان شاء الله انها المباراة تطلع لبر الامان. وعلى فكرة انا بيقولك ده الامل الاخير، لا مش امل الاخير ولا حاجة، لسه يعني الزمالك عنده فرصة، ممكن يتعادل مع الوداد هناك، ممكن يكسب، ممكن يتعادل ويجي يكسب هنا، يكسب ساجرادا، يروح يتعادل مع بيترو اتلتيكو هناك، ممكن بيترو اتلتيكو يتعادل مع ساجرادا في ماتش من الماتشين، الوداد يكسب بيترو اتلتيكو في الوداد، كل شيء وارد. لسه بدري على الكلام وعلى الحسم في هذه المجموعة، لكن ان شاء الله باذن الله الزمالك يكون عنده القدره في كل المباريات اللي جايه، على الاقل نكسب 3 ماتشات، نتعادل ماتش، نكسب ماتشين، نتعادل ماتشين، على حسب الفرق الاخرى ونتائج الفرق الاخرى. ان شاء الله باذن الله الزمالك قادر بلعبته ان هو يحقق الهدف، وهو الوصول لدور الثمانيه باذن واحد احد. النهارده 2 زمايلي لعبت معاهم كوره، واحد طبعا كابتني، كابتن مصطفى نجم، النجم الفلسطيني اللي عمل وصنع تاريخ مع نادي الزمالك، وايضا كابتن بشير التبعي برضو نجم من نجوم نادي الزمالك اللي صنع تاريخ وكان ليه دور مهم جدا في بطولات كتيرة حصلنا عليها من 99 ل 2004. الاتنين النهاردة عيد ميلادهم، فمن خلال قناة نادي الزمالك عايزين نقول لنجوم الزمالك اللي صنعوا تاريخ لنفسهم ولناديهم كل سنة وانتم طيبين. اكيد هنبتدي بالاكبر سنا كابتن مصطفى نجم، نروح نقول له كل سنة وهو طيب، وبعديها بعد الفاصل نرجع بنجمنا الجميل كابتن بشير التبعي اللي بنقول له برضه كل سنة وانت طيب، ونرجع نبتدي حلقتنا واخبارنا واخبار نادي الزمالك، وعندنا مداخلات مهمة جدا، وعندنا لاعب يعني يمكن لسه معتزل حديثا من الوداد المغربي هنتواصل معاه عبر زوم، وعندنا برضه بعض المداخلات المهمة لنجوم النادي الاسماعيلي، وعندنا طبعا ضيوف محترمين، كابتن خالد متولي واحد من اللي لعب في نادي الزمالك وكان متواجد في امبي فتره كبيره جدا كلاعب وكمدير فني، وايضا عندنا طبعا الصحفي والناقد الرياضي الكبير استاذ عادل السنهوري. ان شاء الله باذن الله كل دول هيكونوا ضيوفي النهارده في حلقه زملكاوي. يلا بينا الفاصل ونبتدي حلقتنا. على الرغم من قصر الفتره التي قضاها داخل صفوف فريق الكره بنادي الزمالك، الا انه ترك بصمه واضحه وقاد الفارس الأبيض للعديد من الانتصارات والبطولات ليكون واحداً من أبرز لاعبي الكرة الفلسطينية في تاريخ الدوري المصري. هو هداف الزمالك السابق النجم
مصطفى نجم. ويحتفل مصطفى نجم اليوم 24 من فبراير بعيد ميلاده 56. مصطفى نجم اسم على مسمى، فتوهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلعة البيضاء على مدار 3 مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي 90 و93، وساهما في معانقة النادي الملكي للقب الدوري مرتين فضلا عن لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري. مصطفى نجم من مواليد 24 من فبراير من عام 1966، وطرق أبواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن 20 عاما، قبل أن يخطف أنظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة. 15 هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء، يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الأهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 1992-1993، حيث حفر الهداف الفلسطيني اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين في الدرب القاهري. وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله، حيث تولى تدريب عدة أندية فلسطينية أبرزها الصداقة والهلال وأهلي غزة، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده، فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك على مدار 7 سنوات متتالية. جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بأن مصطفى نجم لاعبا أجنبيا أو غريبا على قلعة ميت عقبة، فاعتبرته واحدا من أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وأحد أنجب تلاميذ الخط الأمامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى أنصار النادي الملكي. يحتفل بشير التبعي النجم السابق بخط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلاده 46 اليوم الموافق 24 من فبراير. بشير التبعي بدأ مشواره مع كرة القدم في غزل دمياط قبل أن يلعب بدور الشركات في الإمارات، وبعدها كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لصفوف الإسماعيلي في موسم 1998-1999. تسببت الإصابات التي ضربت خط دفاع الزمالك بالكامل في التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة البيضاء. بشير التبعي المدافع الفدائي والمدفعجي صاحب التصويبات القوية، ساهم بتتويج الزمالك بعدة ألقاب وبطولات محلية وقارية على مدار أكثر من 6 مواسم داخل قلعة ميت عقبة، أبرزهم لقب دوري أبطال إفريقيا نسخة 2002 والسوبر الإفريقي في 2003 ولقب الدوري الممتاز 3 مرات ولقبين بكأس مصر ولقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. وخاض بشير التبعي تجربتي احتراف بالدوري التركي، كما لعب بقميص كل من المنصورة وسموحة قبل أن ينهي مشواره مع المستديرة في عام 2012 بصفوف طلائع الجيش. مسيرة حافلة لبشير التبعي داخل قلعة ميت عقبة ومع منتخب مصر، وضعته ضمن أهم هداف الكرة المصرية خلال الألفية الحالية، مدفعج الزمالك السابق وقائد خط دفاعه. كل عام وأنت بخير. كل سنة وكابتن مصطفى نجم وكابتن بشير التبعي طيبين وبصحة وسعادة، وربنا يسعدهم زي ما أسعدونا كده ما كانوا في الملعب. نروح سريعا لنجم من نجوم النادي الإسماعيلي درويش مصر، الكابتن الكبير كابتن أبو طالب العسوي. يا كابتن أبو طالب مساء الخير على حضرتك. خط قطع، نحاول نكلم مرة أخرى كابتن أبو طالب العسوي. طيب زي ما قلت لكم، رسميا المغرب توافق على حضور الجماهير. فوزي لجشع بعد ما شاف ان المردود الفرق المغربيه بدا يتراجع بسبب طبعا غياب الجمهور، ابتدى يكثف اتصالاته مع الاتحاد الافريقي اللي وافق الاتحاد الافريقي على عوده الجمهور قبل يومين من طبعا المباراة الجولة الثالثة اللي هيلعب فيها الزمالك مع الوداد.
ووافقت المغرب رسميا على عودة الجماهير مرة أخرى للملاعب بعد غياب تخطى السنتين، وده شيء طيب. احنا شخصيا انا يعني بتمنى كل التوفيق للفرق المغربية والشعب المغربي العاشق لكرة القدم والجماهير المغربية اللي متشوقة جدا لعودة الجماهير. وكمان في نقطة مهمة جدا كمان، ان عودة الجماهير هو شيء مهم جدا للفرق المغربية اللي بتعاني ماليا بسبب انها بتعتمد جزء كبير من دخولها المالية على التذاكر المباريات وعلى الجمهور والأندية الشعبية اللي هناك. طيب نرجع تاني للكابتن الكبير مدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، واحد من نجوم النادي الإسماعيلي في عصوره الذهبية، كابتن أبو طالب العيسوي. كابتن أبو طالب مساء الخير على حضرتك. كابتن خالد ازي حضرتك كابتن، وحشنا وبنور الدنيا والله. وانت كمان يا كابتن ابو طالب والله، ويعني سعيد دايما بسماع صوتك وبسماع اسمك، لان دايما الاسامي لعبت الاسماعيلي كده اللي صنع التاريخ بيبقى اسامي رنانه كده دايما بيبقى ليها طله مختلفه. يعني انا دايما والله ابو طالب العيسوي ده خلاص اسم بقى مرتبط بالنادي الاسماعيلي. ربنا يحفظك كابتن. انت طبعا نجم كبير، وكابتن خالد الغنور بندو يعني المهاره، يعني الكره الجميله، واحنا بنقول ان احنا بنشكر حضرتك طبعا على المسانده وعلى الدعم وعلى حبك للنادي الاسماعيلي وعلى اهتمامك، وده طبعا حق النادي الاسماعيلي علينا كلنا. صحيح. وزي ما حضرتك قلت، النادي الاسماعيلي نادي كبير قوي، نادي جماهيري، نادي صاحب بطولات، اول نادي في الانديه المصريه والعربيه ياخد بطوله افريقيا. صحيح. على مر العصور انديه لعيبه كبيره، منتخب مصر نجوم ورموز، فالحمد لله. عشان كده كل الناس وحضرتك منهم مهتمين بالمشكله او بالظروف اللي فيها نادي الاسماعيلي. والله يا كابتن الواحد يتخيل برضو يعني مش عارف ايه الحظ، مش يعني الاسماعيلي كسب الجونه في الرابطه 4-0، جه في الدوري اتغلب على الارض 1-0، يعني في كره مفاجاه كده سبحان الله. طبعا احنا بنقدر نادي الجونه وكل الانديه، بس يعني التوفيق مش ماشي مع نادي الاسماعيلي للاسف في الدوري. اكيد يا كابتن حضرتك طبعا البطوله الوديه كابتن خالد غير البطوله الرسميه. صحيح. للشعور والاحساس 3 بونت، بيبقى في ضغوطات نفسيه على اللاعب. الامور الموقف اللي فيه النادي الاسماعيلي يمكن بنقول هي اسوأ فترة مرت في تاريخ النادي، ان يبقى فيه 10 مباريات مفيش فيها مكسب، فيها 3 بونت فقط. نادي اسماعيلي عاشقينه ومحبينه بانتباهاتهم لكل الاندية بعد النادي، سواء زملكاوي او اهلاوي او اتحاداوي او حتى داخل خارج مصر، كلهم بيحبوا النادي الاسماعيلي وبيقدروا كرة النادي الاسماعيلي، عشان كده اطلقوا عليهم برازيل العرب، برازيل مصر. لكن ظروف صعبة جدا بيمر بيها النادي. نتمنى، انا والله كل ثقه يا كابتن خالد، الحمد لله شكر الله، انا مش مع اي حد قلقان او خايف يقول نادي اسماعيلي هبوط ونزول والكلام ده. انا طبعا بعيد عن الكلام ده خالص، وبزعل قوي اما يتقال كده على نادي اسماعيلي. نادي اسماعيلي بعد ربنا هو ليه فضل علينا كبير جدا كلنا ولاد النادي، ما كانش يعني اصلا حد عارفنا اصلا في الكوره ولا في اي، لكن نادي اسماعيلي هو اللي ادانا الاسم، هو اللي ادانا ان احنا فخورين ان احنا ننتمي للنادي الاسماعيلي. فان شاء الله الرحمن هتعدي يا كابتن خالد باذن الله. لكن زي ما حضرتك قلت، لازم وقفه الجميع، كلنا مع اداره النادي ندعمهم ونقف جنبهم ونساندهم، كلنا مع الجهاز الفني ندعمهم ومساندين بقوه، كلنا مع اللعيبه. جمهورنا اللي بنقول عليه دايما احسن من احسن الجماهير في الوطن العربي، جمهور كله حريف يا كابتن خالد، كلهم لعبوا كوره في النادي الاسماعيلي. صحيح. جمهور ذواق، جمهور طول عمره بيتغنى باسامي اللعيبه على مر العصور. فدي فتره ان شاء الله الرحمن هتعدي باذن الله. لكن انا دايما يا كابتن خالد بقول النادي الاسماعيلي زي ما حضرتك قلت اسم كبير، تاريخ كبير، فلازم انا دايما بقول الكلمه الكبيره عند اللعيبه يا كابتن خالد، اللعيب لازم يحس بقيمه التيشيرت اللي هو لابسه، لازم يحس بان الجمهور ده بيبكي عشان خاطر فرقته مش في مكانها الطبيعي، عشان خاطر ان فرقته مش بتادي الكره الحلوه ولا النتائج الحلوه اللي هو كان مستنيها. فمن هنا بنقول يعني انت الكلمه العليا عند اللعيبه، مجلس الاداره اتغير مره 2 و3، الاجهزه الفنيه 5 و6 و7 و8 و9 اجهزه فنيه اتغيرت عليك. انت كلعيب لازم تحس بالكلام ده، لازم عندك المسؤوليه، لازم تحمل المسؤوليه، الكلام عندك والاراده عندك، وانت اللي تقدر تغير، واحنا بندعمك ونقف جنبك. بس انا
وكلنا بنحملك مسؤوليه، لازم تحس بالجماهير ولازم تعرف قيمه التيشيرت بتاع النادي الاسماعيلي. احنا معاك ومساندينك، لكن لازم يا كابتن خالد يبقى في تغير منك انت، لازم يحسوا يحسوا بالمسؤوليه. النهارده جماهير من الاسماعيلي كلموني كتير، كلهم بكوا بعد الماتش امبارح، خايفين على الفرقه. وعايز اقول لك حاجه يا كابتن، طبعا انت مش متخوف، بس الناس بقت متخوفه ليه؟ لان السنه اللي فاتت انا فاكر اول 7-8 ماتشات كان الاسماعيلي كسب اسوان بس، السنه اللي فاتت. والسنه اللي فاتت كمان عندنا كان الاسماعيلي عنده مشكله ان هيتخصم منه 6 نقط بسبب موضوع ابراهيم حسن. بعد كده ما جه ايهاب جلال ابتدى الوضع يتغير، والاسماعيلي فضل في الدوري فارق نقطتين تقريبا، في نهايه الدوري فضل بفارق نقطتين ثلاثه. السنه دي اسوأ من السنه اللي فاتت. فلو ان شاء الله قدر الاسماعيلي ان شاء الله ويبقى قادر على ان هو يحط نفسه في مكانه في الدوري كويسه، لازم واقفه السنه الجديده دي، لازم الاسماعيلي يرجع لمكانته، لازم الاسماعيلي يرجع لفرقته العظيمه الكبيره. لازم مش اي لعيب يلعب في النادي الاسماعيلي، مش اي لعيب يلبس فانيله النادي الاسماعيلي. لازم نعتمد شويه على قطاع الناشئين والشباب، اللعيبه اللي عندها انتماء وعندها حب للنادي. القصه مش فلوس بس، لازم يكون الدوله تتدخل كمتمثله في الشباب والرياضه، لا يكون في موارد للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي نادي كبير وثالث نادي في مصر من حيث عدد البطولات. يعني هو ده الكلام يا كابتن خالد، النادي الاسماعيلي دايما احنا حضرتك عارف بنقول الضلع الثالث للكره المصريه من زمان، النادي الزمالك، النادي الاهلي، النادي الاسماعيلي، بنجومه، ببطولاته، برموزه، بجماهيره. لازم كان يبقى فيه، بنقول كلنا بندعم دلوقتي، بنقول اللي جاي، احنا مش عايزين بقى نتكلم في اللي عدى، اللي عدى خلاص. صحيح، في مشكله، في 24 ماتش الله يكرمك يا كابتن، لكن الظروف جايه وهنتحسن وهنبقى كويسين، وان شاء الله الرحمن دايما النادي الاسماعيلي غني باولاده وغني بجمهوره وغني بمحبينه وداعمينه زي حضرتك وكل المحبين وعاشقين النادي الاسماعيلي. ان شاء الله الازمه هتعدي، لكن احنا بعد كده لازم يبقى ندرس فعلا ازاي هنعدي من الازمات بقى، ازاي يبقى عندنا قطاع قوي زي زمان ما كنا بنحتاج. صحيح، في ازمه ماليه كنا احسن قطاع ناشئين في مصر. صحيح الاسماعيلي، صحيح، في وجود الرمز والنجوم الكبيره الكابتن علي ابو جريشه، وبعد منه كان الكابتن سيد عبد الرازق نجم مصر، وكان الكابتن يانوس الله يرحمه، كابتن اسماعيل حفني، كل نجوم النادي ولاد كابتن النادي. كابتن ابو طالب، انت عارف يا كابتن يعني ايه النادي الاسماعيلي يعطي النادي الاهلي اكتر من 15 لاعب، والزمالك ياخد برضو اكتر من 6-7 لعيبه؟ لا يعني الـ يعني الـ 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 15 لاعب صنعوا التاريخ مش للاهلي فقط، ده لمصر كمان. يعني احنا بنتكلم اسامي اللي احنا دايما انت كنت دايما بتعوض المشكله الماديه اللي عندك بقطاع الناشئين والشباب. الله يحفظك، فدايما كان عندنا قطاع ناشئين قوي، والكشافين يا كابتن، الكشافين كمان بتروح تجيب انا بقول لحضرتك كان في الوجود ده في عصر الكابتن علي ابو جريشه، وكنا احنا دايما كنا كلنا مدربين في النادي، كلنا اولاد النادي كنا شغالين، كنا بنروح كل حته في مصر عشان نجيب اللعيب الكويس، وربنا كرمنا بعدد كبير من اللعيبه اللي حملت اسم النادي الاسماعيلي، دفعت عن تيشيرت النادي الاسماعيلي وعملوا احسن نتائج. فلازم يكون عندك قطاع قوي، لازم يبقى عندك يعني ان شاء الله لقدام، وعندك نظره يعني بعيده المدى، لكن عايزين نعدي وبعد كده يبقى في ترتيب يا كابتن ان شاء الله. كان ممكن اهم حاجه نركز على الثلاثه اربعه الاجانب، كنا جبنا احسن ثلاثه اربعه اجانب. صح، وبعد كده نعمل عليهم بقى، يبقى احنا بقى مشكله ان براون هو اللي اختار. ما انا بقول لحضرتك، ما براون اختار ولعب ماتشين ثلاثه ومشي، هي دي المشكله يا كابتن. احنا هنقول ان في اخطاء يعني حصلت كتير قبل كده، وبنقول سواء اداريه او فنيه او اللاعبين، كل دي اخطاء حصلت، لكن في الاول والاخر احنا يهمنا نادينا. صحيح، احنا ربنا اللي عالم احنا بنحب نادينا ازاي، واحنا داعمين يا كابتن والله لنادي الاسماعيلي ان شاء الله، وجمهوره ومحبين والجهاز الفني بندعمه، وعايزين بس اللعيبه تشعر بالناس، ان شاء الله تاخد بالها هتعدي. احنا بنقول لك خلي عندك ثقه في نفسك، واحنا الجماهير دي بتحبك وتقف جنبك وتساندك، بس انت انكر ذاتك ان شاء الله، سيب الناس وقدم احسن حاجه عندك ان شاء الله، وبعد كده كابتن يبقى في ترتيب تاني باذن الله ان شاء الله. كابتن ابو طالب، شكرا يا كابتن ابو طالب، شكرا، وكل التوفيق للنادي الاسماعيلي. معايا طبعا واحد من نجوم النادي الاسماعيلي في جيل مختلف عن كابتن ابو طالب العيسوي، كابتن احمد الجمل. يا كابتن احمد، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا كابتن خالد، اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان يا كابتن احمد، ويمكن بنتكلم دلوقتي بنحاول نلاقي حلول للنادي الاسماعيلي في المحنه اللي هو بيعدي بيها دلوقتي، لان دي مش مكانته وده مش
مش م... م... اسم النادي الاسماعيلي دايما بيكون في الهرم الثالث في الكره المصريه. دي حقيقه كابتن خالد. نادي الاسماعيلي نادي كبير والواحد حزين ان هو بيتكلم على النادي الاسماعيلي في الظروف اللي النادي الاسماعيلي بيمر بيها دلوقتي. النادي الاسماعيلي ولا شكله ولا وضعه يعني مقبول بالنسبه لجماهير النادي الاسماعيلي وجماهير مصر كلها. انا طيب. حاضر ان جماهير مصر كلها حزينه على الموقف اللي في النادي الاسماعيلي اكيد. وده بيرجع لتاريخ النادي الاسماعيلي الكبير وعروضه القويه واللعيبه الكبيره قوي اللي طلعها النادي الاسماعيلي يعني. صحيح صحيح صحيح. اسامي كبيره. طيب ايه الحل يا كابتن احمد شايفه؟ ايه الحل؟ هل هو عيب لعيبه ولا عيب ادارات متعاقبه ولا عيب اجهزه فنيه؟ العيب في مين؟ العيب في كل الكلام اللي انت قلته يا كابتن خالد. اه يعني العيب في كل الكلام اللي انت قلته. لو اتكلمنا عن المجالس المتتاليه اللي ورا بعض، اعتقد ان لو في مجلس دخل ورا مجلس وشايف ان في اخطاء، اعتقد ان هو هيحلها يعني. ما اعتقدش ان هو يتعثر اكتر من الفتره اللي كانت قبليه. تمام. يعني انا الدنيا كانت واضحه وباينه قبل ما المجلس يخش، واعتقد ان احنا قلنا يعني هيبقى في حل يعني. لان الموضوع بيتعثر بشكل اكبر وبشكل اسوء. انا سمعت كده كلمه كابتن خالد بتقول ان براون هو المشكله، ان هو اللي اختار اللعيبه ومشي. لا، براون مش مختار كل الصفقات اللي جت، عشان حضرتك تبقى عارف برضه. طب يعني جات له صفقات من غير ما يعرف كده؟ في صفقات فعلا جت من غير ما يعرف براون، او هو ما كانش اختياره يعني، ما كانش اختياره. الكلام ده انا مسؤول عنه لان انا في معلومات انا اعرفها. وده طبعا ده انا صراحه انا كابتن يعني في لعيبه كده يعني وهم بيقولوا الاسامي وبيلعبوا كانوا بيلعبوا فين وبتاع، استغربت يعني بصراحه. يعني شكري نجيب مثلا بيمشي. الصفقات الجديدة انا معاك شكري نجيب بيمشي مثلا، يعني لازم نجيب حد احسن منه. طبعا يا كابتن خالد، طبعا انا معاك في ان في صفقات يعني تقريبا 80% من الصفقات اللي جت يعني مش هي النادي الاسماعيلي ومش شكل النادي الاسماعيلي. يعني شيلونجو مثلا ما كناش بنقول ان هو اسطوري، بس ما ينفعش اجيب حد اقل من شيلونجو. طبعا انا متفق معاك جدا في الموضوع ده. ما انا بقول لك احنا فكرنا ان هيبقى في حل للمشاكل اللي جوه النادي الاسماعيلي، لان الموضوع بيسوء اكتر يعني. فطبعا ده عيب سوء اختيار وسوء تخطيط. واحنا لو الدنيا ما اتلمتش في وقت قريب وسريع هيبقى في مشكله عندنا كبيره جدا. النادي الاسماعيلي انت بتتكلم في النادي الاسماعيلي ان هو الثاني من اسفل الجدول، دي حاجه صعبه جدا. انت عارف يا كابتن انت فاضل 24 ماتش. لسه بدري منهم ماتشات مع الاهلي ومع الزمالك ومع بيراميدز. ايوه كابتن خالد، لازم على الاقل تكسب على الاقل 10 ماتشات على الاقل. ما هو كابتن خالد 10 ماتشات وتتعادل لك 3 4 او 5 ما تحبش تلم نفسك بدري. انت كل مره انا بشبهها كده ان انا دماغي في الميه، رقبتي بس بعد كده خلاص. انا دلوقتي انا بقى الميه معديه الحته اللي بتنفس منها، لو ما لحقتش اطلع هغرق هموت. يا كابتن انت بتنافس يعني، انت عشان تبقى في الدوري في 3 بينزلوا. تمام بالظبط. انت اللي بينافسك دلوقتي كسب، يعني الفرق اللي كانت قريبه منك عماله تكسب، فانت بتبعد، فمشكله كبيره. خالد انا انت ما تبصش، انت تكسب وبس من غير ما تبص. صحيح صحيح. لحد ما تبقى في حته كويسه خلاص، امنت نفسك كويس مفيش ان شاء الله تبدا تبص. لكن الفتره ديت مفيش بص على حد، انا عايز 3 بونت وبس، من غير اداء من غير شكل من غير اي حاجه، انا محتاج 3 بونت وبس. ان شاء الله. المرحله ديت باي طريقه مرحله صعبه جدا جدا جدا، وانا بقول كل ما هتمر الفتره اللي جايه بسوء نتائج هتبقى اصعب واصعب ان شاء الله. ما اعتقدش ان اللعيبه هتقدر تتحمل الضغط لو بقت في حته اصعب من كده. ده احنا في حته دلوقتي اللعيبه مش مستحمله الضغط. فانا بقول نلحق نفسنا من بدري علشان خاطر النادي الاسماعيلي. يا جماعه ما ينفعش نتكلم عليه في يعني الحق ونادي الاسماعيلي. صحيح. ويعني انا مش قادر اقول الكلمه كابتن خالد. اقولها نادي الاسماعيلي. اصل انتوا الاجيال اللي انتوا لعبتوا فيها دي اجيال مختلفه، يعني اجيال كانت بتنافس على البطوله مش دايما في لك الحمد. اللهم لك الحمد. كان يعني كان ربنا موفقنا جدا مع مجموعه مميزه جدا. صحيح. رب العالمين. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبقى معانا الفتره الجايه، نقدر نلم بنقط الجايه. تمام. علشان نعدي المرحله دي ان شاء الله. شكرا كابتن احمد الجمل. معايا على التليفون واحد من رموز النادي الاسماعيلي، معايا بطل افريقيا
سنة 1999 ضد 69 ضد الأنجلبير المازيمبي حاليا، يعني كابتن سيد بازوكا واحد من أيقونات النادي الإسماعيلي ونجومه عبر التاريخ. كابتن سيد مساء الخير على حضرتك. كابتن خالد ربنا يكرمك يا رب. يعني قلبي معاك. ربنا يخليك كابتن خالد. انا عارف احنا نادي واحد طبعا. طبعا يا يعني كابتن. العشرة طبعا، واستضف نادي الزمالك نادي الاسماعيلي في العدوان طبعا. صحيح. عمره ما يتنسي طبعا. لا كابتن، وده احنا يعني احنا بنعشق النادي الاسماعيلي، بنعشقه وبنعشق لعبه وبنستمتع بنجومه عبر التاريخ. كابتن سيد بازوكا، كابتن علي ابو جريشه، كابتن رضا، كابتن محمد حازم، كابتن حماده الروبي، يعني طارق الصاوي بقى، ما يعني عايز اقول بعد كده بقى الاجيال المختلفه، صحابي بشير عبد الصمد، ادم سلحضره الله يرحمه، رزق اناوي، فكر الصغير الوحش، ده كابتن خالد، حسني عبد ربه، يعني يا كابتن خالد بعرفك انه العلاقه كانت بين الانديه واللعيبه زمان علاقه قويه جدا. وكان في صداقه بمعنى كلمه صداقه. صحيح. وكان المنتخب بمعنى كلنا مع بعض. صح. لا في اهلي ولا زمالك، كله اسماعيلي، كله مصري، كله قناه، كله الاتحاد، كلنا كان اسره واحده. صحيح. ما كانش مفرق معانا اللون ابدا. صحيح. والدليل على كده مباراه الانجلبير لما حضرها 120,000 كلهم مصر ما فيهمش الوان. بالصح. يعني كانت الاسماعيليه كانت محافظه صغيره، الجمهور اللي كان موجود ده ال 120,000 دول كانوا زمالك واهلي واسماعيلي ومنصوره كلنا اسره واحده. يا ريت الايام الجميله ترجع، ما بقاش في تعصب، نقول كلنا اسره، اللي يكسب نقول له مبروك، نقول له هارد لاك، وما نشمتش في بعض. صحيح. ما نبقاش شمتانين في نادي يقع او نادي تبقى نتائجه سيئه. لا مين يا كابتن يشمت يا كابتن؟ حد لا، في ناس شمتانه، في ناس بتلعب على الوطن الحساس. لا كابتن، الشمتانه دول عيال صغيره ما فهموش حاجه في الكوره. الناس اللي تعرف قيمه النادي الاسماعيلي سواء زملكاويه او اهلاويه او اي انتماء، الناس المحترمه الكبيره اللي بتفهم كوره، اللي عارفه تاريخ نادي الاسماعيلي، عمر ما حد يشمت. سيبك من الاطفال الصغيرين اللي بيقعدوا يلعبوا على السوشيال ميديا، دول ما لهمش علاقه بكره القدم. لكن الجمهور العظيم، جمهور مصر العظيم بمنتهى مختلف انتماءاته، واكيد منهم جمهور الزمالك، لا بيعشق النادي الاسماعيلي وبيتمنى ان هو يتحط في المكانه اللي تناسبه. لا ان شاء الله الاسماعيلي راجع بمشيئة الرحمن وراجع بقوه باذن الله تعالى. يا رب. احنا اسماعيليه، لو اتحدنا كلنا كاسماعيليه كلنا ايد واحده، زي السنه اللي فاتت لما كلنا ايد واحده عدينا من الفتره دي، كسبنا 8 ماتشات لما جاء حامد وجاء كابتن ايهاب. بالظبط. كلنا كسبنا، اول ما جاء حامد كسبنا 5 ماتشات متتاليه، وبعدين خسرنا، وبعدين كسبنا، وقفنا على رجلينا وعدينا الحمد لله. انت كسبنا بعيد عن الخطر. انا برضو بوعدك ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله احنا هنبعد عن الخطر، بس المفروض يبقى في اتحاد، يبقى معانا لعيبه رجاله. وبقول النصيحه للنادي ومجلس الاداره والمسؤولين، احنا بلاش الكتره، هي مش بالكتره يا جماعه، 40 لعيب كتير، ما فيش مدرب يقدر يتدرب 40 لعيب وبقى بيفكر وبقى محضر حاجه، فكره مشتت. لازم اللعيبه اللي جبناهم نشوف الكويسين ناخدهم، والوحشين نجيب لهم مدرب من اللي موجودين يدربوهم. عشان راجل يشتغل بفكره والنتائج تتحسن. يا رب ان شاء الله يا كابتن. كل اللي بره عاوز يشتغل وكله يتكلم احنا واحنا، لا مفيش حد اعلى من نادي الاسماعيلي ابدا. صحيح. نادي الاسماعيلي هو نادي الاسماعيلي، لازم ولاده يعرفوا مفيش حد خيره على نادي الاسماعيلي اطلاقا. نادي الاسماعيلي فضله علينا كلنا، مفيش حد ليه فضل على نادي الاسماعيلي، عشان ما نسمعش حد يطلع يقول لنا انا وعاوز اعمل، مفيش حد يعمل ولا حد يعمل حاجه لنادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي هو اللي هيعمل. ان شاء الله كابتن سيد وربنا معاكم، وان شاء الله باذن الله المداخله الجايه كده يكون الاسماعيلي وضع نفسه في المكانه الطبيعيه بتاعته ان شاء الله، والسنه الجايه بقى يكون في تغيير جذري وشامل لشكل النادي الاسماعيلي اللي الطبيعي والمنطقي انه ينافس على الدوري مش يصارع من اجل البقاء. يعني ان شاء الله كابتن خالد، واحنا بنوعدك باذن الله ربنا يكرمنا ونقعد، مش هنسمح لاي مخلوق سواء مجلس اداره سواء مدربين حد يجيب اي لعيبه، احنا اللي نختار اذا ربنا حاله. برافو عليك. صح. كنا موجودين، احنا اللي نختار اللعيبه بنفسنا ان شاء الله كابتن باذن الله. ان شاء الله كابتن. شكرا كابتن سيد بازوكا، وكل التوفيق للنادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه. زي ما قلت لكم الجمهور هيكون متواجد، لكن لم يتم تحديد عدد الجماهير اللي متواجده في ماتش الوداد
يعني اعتقد يعني في الحدود الطبيعيه هيكون ممكن 5000 بالكتير قوي يكونوا متواجدين، لان طبعا العوده بعد غياب سنتين في ظل ظروف كورونا بيكون الموضوع يعني لنظام خاص. النهارده كان من المفترض يكون في مؤتمر صحفي لمباراه الوداد والزمالك اللي تقام في كازابلانكا، لكن تم تاجيل للمؤتمر الصحفي في وجود كارتيرون بكره ان شاء الله الساعه 11:30 الصبح. كمان احمد مرتضى بيحفز لعيبه الزمالك قبل مواجهه الوداد المغربي، وعايز اقول والله احمد مرتضى من الشخصيات المحترمه جدا، المؤدب جدا، اللي بيحترم كل الناس، واحمد كمان من الناس اللي وشها حلو على الفرقه. انا فاكر احمد مرتضى كان سافر السوبر المصري كرئيس بعثه السوبر المصري بعد السوبر الافريقي في فبراير قبل اللي فات، اما الزمالك استطاع ان يفوز على النادي الاهلي في السوبر المصري بضربات الجزاء الترجيحيه. وشه حلو وسافر مع الفرقة أكتر من مرة، إن شاء الله بإذن الله يكون وشه حلو في الماتش ده بإذن واحد أحد. تدريبات بدنية قوية في مران لعيبة الزمالك، وكمان كارتيرون عمل فقرة خططية قبل مواجهة الوداد. وبصوا يا جماعة، هناك بيتقال جلسة بعد مباراة الوداد عشان نقعد مع أبو جبل، جلسة مع أخو أشرف بن شرقي في ظل تواجد الفرقة في المغرب. سيبكم من القصص دي كلها، والرغي كتر والكلام كتر، اللي هيجدد هيجدد واللي مش هيجدد مفيش مشكلة، الزمالك بقوته بقدراته باسمه يجيب أجمد من أي حد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله، أو يبقي على اللاعب الجامد اللي عنده فعلا رغبة إنه يفضل في نادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله. كان نادي سيمبا التنزاني اللي مشارك في الكونفدرالية هيلعب مع نهضة بركان، فتقابلوا مع فرقة الزمالك، فحراس مرمى سيمبا التنزاني ما شافوا أبو جبل راحوا تصوروا معاه ونزلوا الصورة طبعا على الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي لنادي سيمبا، وقالوا كان فرصة جميلة جدا إن حراس مرمى سيمبا التنزاني طبعا يعني تصوروا مع احسن حارس في افريقيا. هكذا يعني الناس شايفه ابو جبل كاحسن حارس في افريقيا. طيب انتوا عارفين الوداد عنده مشكله الفتره الاخيره بسبب طبعا دخول مرمى 4 اهداف في ماتشين متتاليين، وكمان هزيمتين ورا بعض 2-0 و2-1 سواء من بيترو اتلتيكو او سواء من حسنيه اغادير، وده عمل عدم ثقه كده وغضب لدى جمهور الوداد، فبيحاولوا ان هم يتعافوا من الهزيمتين المتتاليين. الزمالك برضو عنده نفس الظروف، اتغلب من سموحه وتعادل مع بيترو اتلتيكو وتعادل مع ساجرادا، بقى له 3 ماتشات ما بيكسبش، وبالتالي برضو عنده مشكله. ودي المواقع المغربيه اللي بتتكلم معايا على التليفون كابتن الكبير كابتن طارق يحيى. كابتن طارق ازيك؟ كابتن طارق يا خالد ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله جميل. طمنا عليك، كنت عملت عمليه في الركبه سمعت. يا حبيبي انا كنت عامل، كان عندي عطل في الغضروف كده، عملت كنت بلعب كوره مفكر نفسي لسه شباب بقى وبتاع، ف سخنت ف غضروف الركبه، فعملت رنين، والدكتور وليد عبد الرحمن طبيب النادي عندنا في قطاع الناشئين حقيقه عملها لي، والحمد لله احسن دلوقتي خلود الحمد لله احسن كتير. هي بتبقى رخمه قوي، الواحد بعد ما بطل يعمل عمليه الغضروف دي بتبقى رخمه قوي. تصدق انت بعد ما بتكبر بقى كده. بالظبط. الف سلام عليك يا كابتن، الف سلام عليك حبيبي خلود. كابتن شاف الماتش ازاي اللي جاي، خصوصا كمان بعد موافقه الدوله المغربيه على عوده الجمهور؟ بالتاكيد طبعا هي مباراه حتى لو من غير جماهير خير تبقى صعبه للفريقين. الفريقين بيعيشوا حالة متشابهة إلى حد كبير. الزمالك احنا طبعا عندنا اتعادلنا مباراتين الحقيقة، يعني ما كانش المفروض خالص ان احنا نتعادلهم، مباراتين سهلين جدا، في انا بعتقد انهم في تناول ايدينا بشكل كبير سواء بيترو اتلتيكو او ساجرادا يعني. لكن ما اعرفش سوء توفيق، عندنا سوء توفيق كبير في بعض الاهداف، عندنا برضو تشكيل ما كانش كويس في المباراتين، الولاد كان في بعض اللعيبه حالتهم ما كانتش كويسه، كان في بعض النواقص الفنيه، بعض الغيابات اثرت بشكل، كل الامور دي تجمعت في المباراتين دول.
وخلوا الاداء بهذا الشكل والنتيجه. انا مش زعلان على الاداء قد ما زعلان النتائج. انت ممكن جدا الخارج تبقى مش كويس بالظبط وتكسب. ايه لان انت فريق كبير. انت فرقه كبيره ولاعيبه كبيره ولاعيبه عندها خبرات افريقيه دلوقتي خلاص. يعني احنا كنا من 3 4 سنين بنقول الاولاد لسه واللاعب دلوقتي خلاص بقى انت لعبت كذا بطوله افريقيه سواء كونفدراليه سواء دوري الابطال فخلاص يعني انت بقيت عندك خبرات كبيره. فكان لابد التعامل مع المباراتين دول بشكل افضل من وجهه نظري. كنا حاطين رجل على رجل عندنا 6 بونت مستريح ورايحين ماتش الوداد بنلعب بقى وهنلعب كويس وهيبقى فيه مفيش ضغوط. دلوقتي انت حاطط في ضغوط صعبه جدا وخاصه بعد عوده الجمهور المغربي. انت عارف خد لعيبه في شمال افريقيا وفي المغرب بيعتمدوا على الجمهور بصوره كبيره يعني. برافو عليك برافو عليك. بيعتمدوا على التشجيع الجماهير بشكل غير طبيعي. انا عمري ما انسى فرق ماتش الرجاء هناك في الرجاء 2002 لما كنت في الجهاز وكان المباراه هناك كانت مش صعبه كانت يعني مش عايز اقول لك ال 70 80 الف في الاستاد وزئير غير طبيعي وجمهور غير طبيعي. فهم طبعا عندهم امل كبير جدا. هم عندهم 3 بونت وانت عندك بونتين. المباراه لا تقبل قسمة على الاثنين بالنسبه للفريقين مش تبقى عارف يعني. الزمالك ان شاء الله لازم نرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله ولازم الفوز يعني نلعب للمكسب. فمش عايزين ان احنا نتراجع ان شاء الله وبعدين نبقى رد فعل للفرقه الثانيه زي ما حصل في ماتش هنا اتلتيكو بترو اتلتيكو. احنا كنا رد فعل للاسف مع ان الماتش كان على ملعبنا. صحيح الغيابات اثرت بشكل كبير سواء في الماتشين هنا او في انجولا او في القاهره. لكن برضو احنا عندنا سكواد كويس المفروض اللعيبه اللي موجوده بس شويه تظبيط في التشكيل شويه اماكن يحط اللعيبه في اماكنها الطبيعيه اختيار التوقيتات لبعض اللعيبه. طب كابتن سريعا كده انت مدير فني كبير في ظل اللعيبه المتواجده وغياب طارق حامد التشكيل الامثل في اللقاء ده ايه؟ احنا انا شايف ان احنا نلعب بثلاثه في نص الملعب خالد. تمام. يعني 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 انت عندك مثلا امام عاشور تحطه في نص الملعب ممكن تحط زيزو فاهم يبقى لعيب ثالث بقى في نص ملعب حسب وجهه نظر الراجل. يعني انت عندك ماجد هاني عندك في نص الملعب ممكن تحط مثلا اسلام جابر. كابتن ماجد هاني مع احترامي طبعا ليه مواليد 2003 صغير. لا ما يلعبش الماتش ده يعني ما يلعبش هناك يعني الخيارات المتاحه. لا انت عندك ممكن تلعب فتوح في نص الملعب وعبد الشافي وراه ممكن تلعب عبد الله جمعه ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين وامام عاشور في النص يعني ممكن عندك يعني كل الحلول مطروحه لكن بشرط انك انت تختار تشكيل مناسب. صحيح قصه بقى الوداد دلوقتي في حاله انعدام وزن واحنا شفنا ماتشين سواء حساريت اغادير او الماتش اللي قبليه بتاع بتر اتلتيكو كان في انعدام وزن غير طبيعي وهم عندهم مشاكل برضه في الناحيه الفنيه. خلي بالك تشكيل الماتش اللي فات بتاع حساريت اغادير في 5 أو 6 لعيبه مش موجودين اساسيين لعبوا ماتش بتر اتلتيكو. صحيح 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 صحيح. فطبعا ممكن ده يكون نوع من انواع مش التموين اللي هو بيريح بعض اللعيبه عشان يلعبوا ماتش الزمالك الماتش الاهم لان هو فارق 5 بونت بينه وبين الرجاء في الدوري المغربي. صحيح. بالنسبه له الدوري ممكن يكون مش هدفه الحالي دلوقتي وهدفه الحصول على المركز الاول او الثاني والصعود للدور للدور اللي بعد كده. تمام. وبالتالي ان شاء الله باذن الله املنا في ربنا كبيره خالص ان اللعيبه تبقى في حالتها ومستر كارتيرون يحط تشكيل مناسب ويغير تغييرات مناسبه عشان نتفرج بقى على الزمالك نتفرج على الزمالك. صحيح طارق حامد هيفرق بشكل كبير لكن البركه في الموجودين ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان انا كنت بتمرن النهارده مع طارق حامد وبعرف يعني هو لسه مصاب يا خالد فعلا مصاب. انا عارف في الرباط الداخلي وفي الغضروف الداخلي مشكله والاصابه كانت رخمه جدا جدا وكانت صعبه جدا على طارق. فهو الحمد لله يمكن النهارده اول يوم بيقول لي اول يوم بلمس كوره فاهم. انا كنت بتمرن معاه في الجيم يوميا دلوقتي مع الدكتور عمرو مطراوي. تمام فالحمد لله هو في 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 وان شاء الله باذن الله يبقى متواجد الماتشات اللي جايه باذن الله ان شاء الله. اهم حاجه بس ان احنا نعدي الماتش اللي جاي ده بنتيجه ايجابيه وربنا يوفقهم ان شاء الله يا رب. شكرا كابتن طارق. شكرا كابتن طارق يحيى ايدر الكره المصريه ونجم مصر ونادي الزمالك. نروح بقى الخبر مهم جدا. صلاح اكثر لاعب افريقي مساهمه في الاهداف بتاريخ الدوري الانجليزي. يمكن كنا لسه بنتكلم من قريب كده من شهرين ثلاثه قلنا صلاح عدى دي ركبة في الاهداف. لا ده عدى دي ركبة بكتير دلوقتي بقى ورايح في حته كده لوحده دلوقتي. هو يعني 19 هدف في الدوري الانجليزي على بعد
تقريبا 7 أهداف عن أقرب منافسيه يعني. بسم الله ما بسم الله ما شاء الله على محمد صلاح. عشان كده معانا عبر زوم دلوقتي صوت وصوره الصحفي والسوري ميشيل سعد والمقيم في انجلترا عشان يكلمنا على ردود الافعال على نجمنا الكبير محمد صلاح. مساء الخير يا ميشيل، ازيك عامل ايه؟ مساء الخير كابتن خالد، اول شيء انا بتشرف اكون معك وسعيد جدا بالتواجد معكم على قناه نادي الزمالك، القناه المحترمه بقدرها المحترم وجمهورها المحترم. الله يخليك، الله يخليك. وانا عارف طبعا انت صحفي محترم وانت معلق لدى الفيفا ويعني ومتميز جدا في تحليلاتك. عايز اسالك بقى من قلب الحدث، يعني انت عايش في انجلترا او متواجد في انجلترا، الناس بتبص لمحمد صلاح ازاي يعني؟ بالنسبه لمحمد صلاح سنه بعد سنه الناس ردود الفعل على محمد صلاح بصراحه ايجابيه جدا. الصحافه الانجليزيه، الفرق الخصوم بالنسبه لمحمد صلاح، محمد صلاح يعتبر اليوم بالنسبة للشارع الإنجليزي واحد من أفضل اللاعبين الأجانب يلي لعبوا في البريمير ليج. مثل ما ذكرت أنت من شوي بالتقرير، اليوم محمد صلاح متصدر هداف الدوري الإنجليزي ب 19 هدف، عنده 10 أسيست، يعني هو أفضل مسجل وأفضل لاعب من ناحية عدد التسجيل. محمد صلاح كمان بآخر 5 مواسم بليفربول أرقامه ما نزلت عن 20 جول بكل المسابقات بجميع مع نادي ليفربول. أرقام مميزة مع محمد صلاح، عم بيحصل على تقدير كثير كبير إن كان بنادي ليفربول وإن كان حتى بالصحافة البريطانية اللي دائماً عم تتغنى فيه لمحمد صلاح، وشفنا الاهتمام الكبير بمحمد صلاح لأول مرة ممكن خلال الصحافة البريطانية تغطي أخبار منتخب مصر، تحكي عن أخبار محمد صلاح من بداية البطولة الأفريقية حتى نهايتها. هذا دليل على حب الناس البريطانية والصحافة الإنجليزية بلاعب اللي هو مثل محمد صلاح اللي رافع راسنا بصراحه. لا اعتقد ده كمان حتى بقى الاطفال بيقلدوه، يعني الاطفال الصغار في بريطانيا بقوا بيقلدوه، يعني انا بشوفهم بيقلدوه في كل حاجه بيعملها. كان بالاحتفال بالاهداف، بالظبط، بتسريحة الشعر، بكل شيء. حتى اذا بتشوف انت اليوم بتروح على متجر ليفربول، قميص محمد صلاح هو الاكثر بيعا اليوم من بين كل لعيبه ليفربول، لا فان دايك ولا ساديو ماني ولا اي لاعب ثاني. في تقدير كبير لمحمد صلاح، ولكن نحكي الحقيقه اليوم كلاعب للاسف بحكيها، اليوم محمد صلاح رغم كل هذا الكلام، كل هالانجازات، انا بعتقد لسه بيستاهل تغطيه اعلاميه اكبر. للاسف بحكيها. محمد صلاح الارقام اللي عم يعملها ما في لاعب بالبريمير ليج قدر يعملها. كان على مستوى تسجيل الاهداف، كان على مستوى صناعه الاهداف. الارقام خرافيه كابتن خالد، لاعب استثنائي. يعني اليوم محمد صلاح نحن صرنا حتى نقارنه اليوم او حتى وسائل الاعلام الانجليزيه تقارنه بميسي ورونالدو لما كانوا باعز عطائهم، ما عم نحكي على مستواهم الحالي. ارقام روعه للاعب مثل محمد صلاح، ان كان بالتسجيل، ان كان بصناعه الاهداف، وبتاثيره كمان خارج الملعب على الجماهير وعلى الثقافه. طب عايز اسالك سؤال دلوقتي، هو كنا دايما يقول لك ايه مثلا ده اكتر لاعب افريقي جاب جوان، ده ما اعرفش جاب كام جون في كام ماتش. لا احنا دلوقتي هو رايح لتحطيم الاساطير بقى الانجليز، يعني هو فاضل له تقريبا 17 18 هدف ويبقى يعني هو خلاص هو اسطوره ليفربول، سواء انجليزي او اجنبي او اوروبي او افريقي، اسطوره نمره واحد يعني. واعتقد بال بال بال, بال بطريقته وارقامه دي هو رايح قريب. يعني هو رايح قريب ايه؟ يعني انت ذكرت دروغبا، ديدي دروغبا مثلا، او الاسماء الافريقيه الكبيره اللي لعبت بالبريمير ليج. ديدي دروغبا بافضل مواسمه ما كان يجيب الارقام المميزه اللي عملها محمد صلاح. كل الضجه الاعلاميه، كل الهاله الاعلاميه اللي كنا نشوفها على ديدي دروغبا ما وصل لنفس ارقام محمد صلاح. محمد صلاح يوم بعد يوم، جولة بعد جولة، عم يثبت علو كعبه، عم يثبت أهمية اللاعب العربي، اللاعب العربي، اللاعب المصري قادر اليوم في حال التركيز بأرض الملعب، في حال الاستمرار طبعاً بالعمل الجاد بالتدريبات، إنه يكون على أعلى المستويات، يكون حتى أفضل من اللاعبين مثل ما عم نشوف اليوم. محمد صلاح أفضل من كثير لاعبين برازيليين، أرجنتينيين، لاعبين إنجليز، وهذا التقدير اللي عم يحظى له محمد صلاح.
هل ممكن محمد صلاح يعني يترك ليفربول؟ هل ترى ارتباط الجمهور به، او ان الاداره في بعض الاحيان بتقول المبالغ الماليه المطلوبه لمحمد صلاح يعني مبالغ فيها جدا، وان هم لن يستطيعوا ان هم يعني يدوا له اللي هو عايزه، وفي كلام على تحرك للريال مدريد، الدنيا رايحه لفين؟ محمد صلاح لاعب محترف، اكيد العواطف ممكن تلعب دور، ولكن بالنهايه هو لاعب محترف. انا لا اعتقد انه الموضوع المادي ممكن هو يكون العامل الاساسي. ليفربول عنده القدره بكل تاكيد على دفع مبالغ جيده من الرواتب، ولكن اليوم محمد صلاح ممكن في حال لنفترض تحقيق دوري ابطال اوروبا او الدوري الانجليزي يفكر بتجربه مختلفه، بتحدي جديد. هو مثلا لعب في السيريا آ بالدوري الايطالي، لعب بالدوري السويسري، لعب بالبريمير ليج مع فريقين مختلفين، ممكن يقول انا حابب اجرب نفسي بتجربه مختلفه مع ريال مدريد، مع برشلونه، مع بايرن ميونخ. اعتقد هذا الشيء ممكن يصير، ولكن انا شخصيا كتوقع اتوقع بقاء محمد صلاح مع نادي ليفربول. صحيح، عشان هو خلاص صنع تاريخ كبير جدا. طيب هسالك سؤال، اهتمام بقى الانجليز نفسه، مش الصحافه بس، اهتمام الانجليز بماتش مصر والسنغال سواء في نهائي افريقيا او كمان في الوصول لكأس العالم، الناس بتشجع مين اكتر؟ الانجليز هل بيشجعوا ماني مثلا، ولا بيشجعوا صلاح؟ يعني الشعب الانجليزي يعني شايف الدنيا كانت عامله ازاي وقت المباراه والمباريات القادمه؟ انا بالنسبه لمباراه مصر والسنغال لاحظت في تعاطف كبير. ساديو ماني ومحمد صلاح فيهم شعبيه كبيره، ما فيني اعطي نسب انا رسميه بالنهايه، ولكن اللاعبين لهم شعبيه كبيره بالدوري الانجليزي. الاثنين تركوا بصمه، ساديو مع ساوثهامبتون كمان مع نادي ليفربول، وبنفس الوقت محمد صلاح مع تشيلسي وليفربول. في جاليه عربيه كبيره هون ببريطانيا، في ناس تتعاطف مع العرب، في ناس كمان بتحب اسلوب لعب محمد صلاح، في اهتمام بالمنتخب. المنتخب المصري مثل ما بتعرف تاريخه كبير، يوم قدم منتخب قدم اسماء كثير كبيره على مر التاريخ، في كان تعاطف انا لاحظت اكبر اكيد مع المنتخب المصري، وفي ترقب اهتمام تحديدا لموقف كان يورجن كلوب من القصه، وهل هذا الشيء كان ممكن ياثر على ليفربول يوم ساديو ماني محمد صلاح نهائي كاس امم افريقيا ومره ثانيه ملحق كاس العالم، في لاعب من الاثنين ما راح يروح لنهائيات كاس العالم. نتمنى منتخب مصر هو اللي يكون موجود بالمونديال بكل تاكيد. قلوبنا معكم. اخر سؤال بقى، 63 نقطة مانشستر سيتي، 60 نقطة بعد فوز على ليدز يونايتد 6-0. كنت من فترة كده قلت لا خلاص ده ليستر سيتي ده رايح لطريقه وهيفرق، مانشستر سيتي رايح لطريقه وفارق، هيبقى فارق كبير في النقاط وكده، وليفربول هيلعب على دوري الأبطال. لا، لقيت المنافسة رجعت تاني، فرق ماتش واحد بس ولسه هيلعبوا مع بعض أعتقد. صحيح. الفرق 3 نقط بين مانشستر سيتي وليفربول على تبقي 12 جوله من البريمير ليج. بالنظر للجدول، جدول متقارب بين الفريقين، بعتقد يمكن مانشستر سيتي عنده جدول شوي اسهل من ليفربول، ولكن في امور ممكن تاثر. اليوم ضغط المباريات، اليوم ممكن فريق كان سيتي كان ليفربول حدا منهم يكمل بالتشامبيونز ليج لادوار بعيده، ممكن يخرج، الاصابات ممكن تلعب دور، كورونا كمان عامل مهم بعتقد. بس المواجهه بين الفريقين اكيد راح تحدد بشكل كبير، ربما تحدد بشكل كبير الفريق اللي هياخذ لقب الدوري الانجليزي. انا اتوقع شخصيا مانشستر سيتي هو اللي ياخذه للقب، اتوقع ليفربول يروح بعيد بالتشامبيونز ليج وممكن هو يكون البطل لدوري ابطال اوروبا. تمام ميشيل، بشكرك جدا على وجودك معايا وبتمنى لك دايما التوفيق، وشكرا على مشاركتك معانا في قناه نادي الزمالك، وكل التوفيق ليك. شكرا جزيلا. طيب نروح سريعا كده لزمالك 2003 مع حسين ياسر محمدي، بسم الله ما شاء الله. الفيومي بيحرز هدف المباراه الوحيد على سموحه عشان يحصد نادي زمالك مواليد 2003 الثلاث نقاط، وبرايح في مقدمه بطوله 2003، كان كسبان الاهلي قبليها وكسبان سبورتنج وكسبان اكثر من فريق، بسم الله ما شاء الله عليه.
نروح للزمالك ايضا في كره اليد اللي كسب النهارده الفريق هو اقوى ثالث فريق في البطوله. يعني لو احنا بنتكلم على الزمالك الاهلي سبورتنج، سبورتنج من الفرق الثقيله والقويه، الزمالك كسبه النهارده 36-31 وده قبل 24 ساعه من المباراه المرتقبه بكره ان شاء الله هتذاع على قناه نادي الزمالك الساعه 6 وهيكون في استوديو تحليل الساعه 5 مباراه الزمالك والنادي الاهلي في الجوله التاسعه من السوبر الدوري المصري. انفانتينو بيعزي جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري في وفاه الكابتن الكبير كابتن احمد مصطفى وبعت له جواب رسمي وابدى حزنه على رحيل واحد من اساطير القدامى جدا لنادي الزمالك والمنتخب مصر. ربنا يرحم الكابتن احمد مصطفى رحمه كبيره ويغفر له باذن الله. فرحان حكما لمباراه فيوتشر والمقاولين غدا في الجوله ال11 في الدوري. تعال نروح ل رمضان صبحي اللي النهارده احرز هدف في الدقيقه 82 وده اولى اهداف رمضان صبحي في الدوري العام المصري، كان دائما يصنع الاهداف، النهارده عبد الله السعيد هو اللي صنع له الهدف واحرز هدف مهم جدا يخلي نادي بيراميدز في مقدمه الدوري العام المصري قبل اللقاء المرتقب ما بين بيراميدز والنادي الاهلي. يعني كده بيراميدز اصبح 23 نقطه، النادي الاهلي 22 نقطه، والزمالك في المركز الثالث في الدوري العام يمكن بفارق مباراه عن نادي فارق مباراه عن نادي بيراميدز وفارق مباراتين عن النادي الاهلي. دي كانت كل حاجه عندنا النهارده يا جماعه. عندنا الهدف بتاع بيراميدز؟ ها؟ لو طيب نذيعه بعد مع الكابتن الكبير كابتن خالد متولي اللي هيكون ضيفي في الفقره القادمه. يلا بينا. ورجعنا لكم مره اخرى مع الكابتن الكبير كابتن خالد متولي. طبعا كابتن خالد متولي يمكن الناس عرفته اكتر في امبي كمان فتره كبيره جدا من التالق مع نادي امبي، ولكن كابتن خالد متولي طبعا ابن من ابناء نادي الزمالك. كابتن خالد ازيك حبيبي يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ كله كويس والله الحمد لله. عايز الناس تعرف مين كابتن خالد متولي؟ والله الحمد لله، لا في ناس كتير الحمد لله عارفه الواحد بالخير. انا عارف بس انا الجمهور اللي بيتفرج علينا كله دلوقتي. انا بديت حياتي في نادي الزمالك. كنت انا اصلا من ابناء حلوان. طبعا كان حبيبي بقى الله يرحمه كان كابتن اينو وكان شفا وحسام ابراهيم وحمامه والمجموعه الكبيره دي. فكنا طبعا بنلعب كلنا في مركز شباب غرب حلوان، كلنا المجموعه الكبيره دي كلكم معظمنا كلنا من ابناء حلوان. محمد صلاح الصغير الله يرحمه كان اصغر مني والله. محمد صلاح صغير كان احمد جمال لو تفتكر فتره. طبعا احمد جمال الطويل كان بيلعب في نص الملعب بالظبط. واخد بال حضرتك برده كان اصلا من حلوان، فكان في مجموعه كبيره. المهم كابتن حماده الشرقاوي الله يرحمه هو اللي جابنا نادي الزمالك. عن من خلال ان كان ماسك مركز شباب غرب حلوان الله يرحمه كابتن سيد الشرقاوي اخو الكابتن حماده الشرقاوي. ياه. كان راجل محترم جدا وراجل جميل كده زي كابتن حماده. فالمهم اخذنا نادي الزمالك. جدا نادي الزمالك سنه كام يا كابتن خالد؟ ده انا كان عندي يا كابتن 16 سنه او 15 سنه 16 سنه. فاول ما جيت استقبلني كابتن حماده الشرقاوي كان اللي كان موجود. ده في ايه في في في, في امتى كابتن؟ في بدايه الثمانينات؟ في اواخر السبعينات. اواخر السبعينات خالص. في بالظبط 78 79 78 77 كده يعني. المهم لعبت اول ما جيت يا كابتن لعبت اساسي على طول في نادي الزمالك. كان جيلك مين يا كابتن خالد؟ كان جيلي كان في لو تفتكر كان سعيد الجري اكبر مني شويه بس كان بيلعب معانا. ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يشفيه ويعافيه. كان في الكوشي الله يرحمه. كوشي الله يرحمه طبعا. حارس مرمى. كان في بكرايت اسمه جمال حسنين محمد ابو العيله الله يرحمه. كان في عاطف جاد. كان في لعيب كبير قوي كان بيلعب في نادي الزمالك برضه عاطف جاد. من اللعيبه اللي هي كانت كويسه جدا. بس جات له اصابه. كان الله يرحمه ويحسن اليه كابتن احمد مصطفى. ده من برضو انا لان انا اشتغلت مع كابتن حماده الشرقاوي، اشتغلت مع كابتن علي شرف، اشتغلت مع كابتن فاروق السيد الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. وبعدين يا كابتن خالد في حاجه جميله جدا، انا يمكن وانا عندي 18 سنه اتصعدت للدرجه الاولى. كان في مدرب اعتقد يوغوسلافي. مش فاكر اسمه ايه. فكنت صغير فكان الراجل دوت بيحب القطاع الصغيرين الناشئين. فاتصعدت في الدرجه الاولى. يمكن انا كان ليه واحنا صغيرين اتمرنت كان في كابتن علي خليل كابتن فاروق جعفر كابتن حسن شحاته. فلما وكنت بلعب
في الفرق اللي اكبر مني برضه كنت بلعب في فرقتي وفي الفرق اللي اكبر مني فكنت بلعب ديفندر باك رايت سيرت باك وبعد كده رحت الثانويه الرياضيه فكان الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه اكبر مننا برضه فبرضه لعبت في الجيل ده معاهم في القطاع كنت دايما ديفندر يا كابتن انا كنت ديفندر لعبت باك رايت وسيرت باك وبعد كده قعدت فتره في نادي الزمالك وجاء ايام الكابتن مايكل مايكل ايفر طبعا وكان كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه كان مدرب عام وكان الكابتن حماده امام الله يرحمه كان هو مدير الكره صحيح كابتن جلال محمود مدير اداري الله يرحمه فكانت المجموعه دي كنا متصاعدين معاهم في الدرجه الاولى وكنت لعبت في الفتره دي كنا بقى طلعنا 20 سنه وكنت المفروض هتأيد في الدرجه الاولى يعني فكان حصل شويه حاجات كده فكان عبد الله علي حسن الله يرحمه في نادي الاتحاد السكندري كان هو رئيس نادي الاتحاد طبعا ده مجلس الشعب تاريخي بالظبط الله يرحمه كده فكان في الفتره دي يا كابتن خالد كان في فتره الاعداد كان مايكل ايفرت عامل فرق سبعيات او ثمانيات يعني فبعد التمرين كنا بنعمل تقسيمات وكده فكنت الحمد لله ماشي كويس قوي ولعبت يمكن في الفترات دي ماتشات وديه كبيره جدا مع الدرجه الاولى فالمهم تعاقدت بقى مع رحت بقى ما كانش في تعاقد طبعا كان استمارات بالظبط فرحت بقى كان عبد الله الحسن الله يرحمه ويحسن اليه شافني ورحت لعبت في الاتحاد السكندري حوالي 7 سنين أو 8 سنين ولعبت ضد نادي الزمالك ولعبت ضد النادي الاهلي ولعبت دوري ممتاز جيل بقى كان جيل متميز جدا في الاتحاد السكندري طبعا انا لعبت مع كابتن بوب والله يرحمه كابتن عيد احمد وعيد احمد وخطوره وعادل بابلي ومحمد عمر وجارب اول ماتش يا كابتن خالد العبه مع الاتحاد السكندري كان موسم كان وفاة الرئيس 81-82 كان كنا بنلعب النادي الاهلي في استاد القاهره الماتش ده كان تيم النادي الاهلي بتقله كان يمكن كنت بلعب انا في الماتش دي سيرد باك كنت انا وطارق الجلاد كان طارق طبعا طارق كان بوبو موقوف فلعبت انا وطارق الجلاد الماتش دوت كان يمكن طلع الشوط الاولاني 1-0 0-0 كان كابتن خطيب كان احتياطي نزل الشوط الثاني كرة اتلعبت لمصطفى عبده ومصطفى عبده عملها كروس حطها بوش رجله بقى 1-0 في اخر يمكن في الدقيقه 89 الجارم جارم ده حبيبي واخويا يعني طبعا اشول كلاعب اشول اخذ كان كابتن مصطفى يونس على الكابتن ماهر همام حطها في الشبكه في اكرامي طلع الماتش ده 1-1 في اخر ثواني من المباراه وطلع الماتش ده 1-1 يمكن حملونا بقى على الاعناق في اسكندريه وكده فابتديت بقى اشتغل والحمد لله ولعبت فتره طويله جدا في نادي الاتحاد وبعد كده رحت غزل دمياط لعبت سنه كان كابتن ميمي الشربيني وسافرت سفريه كده وبعد كده رجعت على انبي بقى ايه اللي بقى ايه اللي خلاك ترتبط بانبي يا كابتن انت خلاص انت حياتك كلها بقت انبي ارتبطت بانبي بقى لك اكتر من 20 سنه مثلا بالظبط كده صح بالظبط كده في انبي انا انبي ما كانش فيها نادي ايوه فيها كوره كابتن طه بسر انا فاكر لا ده قبل كابتن طه كمان لا احنا عندك لما رحنا انبي كابتن عبد الناصر محمد كمان كان طبعا كابتن عبد الناصر محمد ده بدا معاهم من زمان اقدم مننا وكابتن عادل زكي لا الناس دي كابتن ناصر زملكاوي برضه عبد الناصر زملكاوي لا عبد الناصر زملكاوي جميل كمان جميل وكان في كان عندنا كان يمكن كان رئيس الشركه ربنا يديله الصحه دكتور مصطفى رفاعي اخو امير رفاعي طبعا طبعا واحد من رموز نادي الزمالك طبعا كان كان دكتور مصطفى رفاعي كان وزير الصناعه الاسبق على فكره بنت كابتن امير رفاعي عضو مجلس اداره نادي الصيد اعتقد تقريبا كده فهو الراجل ده بقى هو اللي عمل نهضه في انبي وكان عايز يعمل نادي فعملنا نادي في انبي كان اللي ماسكه الله يرحمه كابتن صلاح مصلحي صحيح هو اللي اسس الكوره عندنا في انبي يعني انت كان نادي بترول يعني كان شركه بترول وقالت يلا ما نعمل نادي وكنا بنلعب شركات بترول بالظبط بس هي بترول الشركات اللي كانت بتقام في اسكندريه الله ينور عليك في اسكندريه او في نادي مصر للبترول وطرق وكباري يعني كان في بقى شركات كتير لا يا كابتن كان دي شركات وفي قطاع البترول قطاع البترول لوحده اللي هو بتروجيت بتروجيت وانبي وبتروتريد وجاسكو بالظبط بال حضرتك فالمهم عملوا نادي فبدانا في نادي ده من درجه ثالثه الحمد لله طلعنا ثالثه تانية اولى على طول يا كابتن يعني ثالثه ما خسرناش ولا ماتش تانية ما خسرناش يمكن تعادلنا ماتش ماتشين طلعنا درجه اولى به استمرنا فيها فتره 3-4 سنين مثلا 3-4 سنين وانا كنت بلعب فيها والحمد لله كنا ماشيين كويس قوي كان نادي المقاولين نزل من الممتاز لبه كنا بنلعب معاه وعملنا ماتشات كويسه جدا ايام المرحوم كابتن صلاح مصلحي وبعد كده طبعا انا دخلت بقى في مجال التدريب فاشتغلت مع كابتن صلاح مصلحي في عده انديه وبعد كده مسكنا انبي كان انبي في الدرجه الاولى به هبت تاني للدرجه الثانيه انبي ياه في سنه هبت للدرجه الثانيه
فمسكتنا انا وكابتن صلاح بعد ما بطلت. فاول سنه صعدنا الاولى به تاني، فاشتغلنا فتره وبعد كده عملوا قطاع ناشئين، ما كانش في قطاع ناشئين في انبي خالص، كنت بتعتمد بس في لعيبه فريق اول بس. بالظبط كده. فكان ربنا يديله الصحه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الاسبق. طبعا كان سكرتير عام النادي. ففي الفتره دي طبعا ربنا يديله الصحه ويشفيه ويعافيه. طبعا كان هو سكرتير عام النادي. فقال لي يا خالد جابني، قال لي انا عايز اعمل فرقه ناشئين، فحط لي موازنه 70,000 جنيه. ساعتها كان مبلغ كويس ساعتها. بس يعني بس بس ما كانش في بقى خالص نشيل خالص في النادي. فابتديت ان انا احاول اجيب بقى، رحت النادي الزمالك هنا والنادي الاهلي اصل كان انبي ما حدش يعرفه، ما كانش حد يعرفه خالص، ما حدش يعرفه، فصعب ان انت تجيب ناشئين. وكان زمان بيقولوا على انبي وينبي. ايوه صح فاكر، عشان كان شبه المطعم الاكل بالظبط كده. فابتدينا بقى نعمل قطاع ناشئين، فالحمد لله عملنا خطه كده. فالحمد لله اول سنه يمكن طلعت ثالث، ثاني سنه ثاني، ثالث سنه خدت البطوله الناشئين في الناشئين. الحمد لله يعني كسرت الدنيا. الحمد لله. فالله يرحمه كابتن طه بصري، طبعا انا كان يربطني بيه علاقه وانا في نادي الزمالك. حتى لما مشيت من نادي الزمالك كابتن طه قابلته في محطه رمل في اسكندريه، انا افتكر اليوم ده كويس قوي. فانا ماشي فقابلته فقال لي انت مشيت ليه من نادي الزمالك؟ انت عارف بقى كان زمان طبعا كان نجوم كبار كتير يعني كتير. صح، ما كانش سهل ان انت تلعب. والله يرحمه كابتن محمد حلمي كان يحبنا جدا، كابتن خالد، كابتن محمد حسن حلمي. طبعا كان يعني يحب القطاع قوي يعني. الحمد لله يعني فالحمد لله يعني كابتن طه قال لي لا ده انا عايزك معايا، فجاء في ام بي في الاولى به، الحمد لله صعدنا، بقيت مساعد معاه على طول، اشتغلت معاه مع كابتن طه بصر الله يرحمه 6-7 سنين في ام بي. ورحت معاه المصري. خلاص وارتبط بيك. ارتبطنا مع بعض. وكان كابتن يحيى كمان، كابتن يحيى اسماعيل بتاع لياقه بدنيه طبعا، الله يرحمه، اخويا. اتعلمت منهم حاجات كتير جدا يا كابتن خالد. اتعلمت منهم كل حاجه محترمه. كابتن طه بصري وكابتن يحيى اسماعيل. خدت معاه كاس مصر امام الاتحاد. طبعا. ونهائي في النهائي اللي هو كان في المقاولين العرب. بالظبط. ونهائي الكونفدراليه في الرجاء البيضاوي، لعبنا الرجاء البيضاوي في النهائي البطوله العربيه. نهائي البطوله العربيه. لعبنا. اتعادلنا هنا وتغلبنا هناك. كنا مع كابتن. وصلتوا النهائي كمان البطوله العربيه. وصلنا النهائي البطوله العربيه. ولعبتوا افريقيا. وتاني دوري عام. ده كانت ايام بقى الجيل بتاعكم ده. كان الجيل بتاعنا كان فيه حماده شنح، وكان فيه عادل فتحي. بالظبط. وكان فيه سمير صبري، وكان فيه مجدي عبد العاطي. جبنا عمرو زكي، وكان اسامه حسن. اسامه حسن. بالظبط. السيد عبد النعيم. السيد عبد النعيم اللي جاب الجول في النادي الاهلي. كنت انا موجود. انت كنت موجود الماتش ده كابتن؟ طبعا كنت. طب هسالك سؤال والله في ذكريات. الماتش ده تاريخي اصلا. طبعا طبعا يا كابتن. انت دلوقتي كابتن طه زملكاوي. طبعا. وحضرتك زملكاوي. طبعا. تمام. وفي لعيبه كانوا زملكاويه في التيم. في التيم. وعادل فتحي زملكاوي وجاي لعب في الزمالك. بالظبط. عادل فتحي زملكاوي، واسامه حسن. واسامه حسن. وسيد عبد النعيم. وسيد عبد النعيم. وكان حماده شنح زملكاوي. لكن في مجموعه. لا والله. وعمرو عبده. وعمرو عبده كان معاكم صح، كان لعيب مميز جدا. وعمرو بيلعب هوكي كمان. الماتش ده كان نازلين ايه؟ يعني انتوا نازلين الملعب المقاولين العرب 40,000 اهلاوي. وانا فاكر كان كابتن رضا البلتاجي الحكم ساعتها. بالظبط. انا فاكر. والتعادل يبقى في ماتش فاصل، الفوز الاهلي ياخد الدوري خلاص من الزمالك. انا اقول لحضرتك في موقف طريف جدا. مش هنساه. كان اللي ماسك نادي الاهلي بونفرير. صحيح، الهولندي. بالظبط. وكان كابتن الله يرحمه كابتن طارق سليم. بالظبط. كان معاه كابتن علي عبد الصادق مساعد مدير كره. بالظبط. فكنا بنلعب في المقاولين العرب. فلما دخلنا الله يرحمه كابتن طه بصري وكده، لقينا الملعب ده كله كابتن خالد متستف. بالظبط. متستف. ما هو بطوله الدوري بقى. وضغط علينا وشتيمه وكده طبعا، واحنا سامعين في الاول. فالمهم انا بصيت كده في الملعب، لقيت الملعب مليان. فروحت لكابتن طه، كان في ثقه يعني متناهيه مع كابتن طه بصري الله يرحمه يعني. انا معاه يعني كان في ثقه. متناهيه. يثق فيك يعني. جدا جدا يعني. فقلت له كابتن انا ليا راي. قال لي ايه؟ قلت له اللعيبه قبل ما تقلع ناخدها وتخش الملعب عشان تاخد الصدمه الاولى، او يقعدوا يشتموهم بقى ويعملوا اشتم واعمل اللي انت عايزه. اخد الصدمه الاولى كابتن، امتص الدنيا دي كلها بس عشان ما يتخضوش وما ينزلوش. ما يتخضوش وانت نازل الملعب. فدخلنا نزلنا الملعب، قلت للعيبه امشوا في الملعب، مشي هنا وهنا وشتيمه شتيمه شتيمه. فاخدوا الصدمه كلها. بعد كده جمعت اللعيبه ودخلنا جوه وغيرنا وكده، ونزلنا عملنا ماتش عالي جدا. ويمكن كان عصام محمود هو حارس المرمى. بالظبط. هو عصام حارس كويس جدا. جدا. مميز جداً. يعني. وراح منتخب مصر عصام على فكره. بالظبط. كان حراس المميزين. ومجدي عبد العاطي كان معانا برضه،
واخد بالك، كان من الفروق المميزه. انا فاكر ساعتها الاهلي برضو ضيع اهداف وانتوا ضيعتوا اهداف. لا بس الاهلي ضيع اهداف محمد فضل تقريبا، كان واحمد بلال، واحمد بلال اه، محمد فضل واحمد بلال ضيعوا فرص، ضيعوا، وكان حسام غالي وكان فرقه تقيله اه بالظبط اه، وابراهيم سعيد وطبعا وابراهيم سعيد كان فرقه، ورامي سعيد و... لكن احنا كنا عملنا جيم عالي جدا، لان احنا كنا بنتميز بالنواحي البدنيه. كابتن خالد كنت بدنيا عالي، عاليين جدا، لان كابتن يحيى اسماعيل الله يرحمه كان مؤسس الفرقه بدنيا تماما. احنا كنا حياتنا معسكرات. وعلى فكره انتوا انت عندكم لعيبه كانوا مهاريه جدا. احنا كان سيد عبد النعيم ده كابتن، عبد الحميد حسن كان معاكم ساعتها؟ كمان كان موجود اه، على فكره كان زملكاوي عبد الحميد جامد طبعا. ده كابتن ده جاب جول في الحضري، انا ما انساهوش. انا فاكر نص الملعب تشيب بالظبط، كانت فين السكه الحديد بالظبط، انا فاكر الجون ده طبعا اه. لا والام بي كسب الماتش ده، وبرده كنا بنلعب النادي الاهلي، انا فاكر برده كان هادي خشبه اه، وكان بيعمل باص مش عارف لوائل جمعه او حاجه، مجدي البعادي قطع على 18 وراح وحط، فاكرها واخد بالها آه. لا احنا كنا مجدي كان جامد جدا برضه. لا مجدي كان هداف اه، كان كان راس حربه تقيل يعني، كان راس حربه تقيل، وعادل كان بكرات جامد جدا، وعادل، وكان عمرو زكي لما جالنا كان اه، عمرو زكي جالكم من المنصوره طبعا، احنا اللي جبناه من المنصوره. انتوا ساعتها كمان كان عندكم عبد العزيز توفيق اه، عبد العزيز توفيق اخو اكرم توفيق واحمد توفيق بالظبط. بس عايز اقول لك انتوا كان عندكم امكانيات ماليه كبيره بقى، كان ايام خلاص بقى، يديله الصحه الباشمهندس سامح فهمي. ايوه سامح فهمي هو عشق للكوره، كان هو الراجل دوت خلاص بقى اداكوا الامكانيات. كان لا كان كان لا ما بيفكرش الا في النواحي الفنيه فقط لا غير آه. اي حاجه تانية كان المهندس سامح فهمي متبني انبي. وعلاء عبد الصادق جالكم بقى فتره، وعلاء عبد الصادق اشتغل معانا فتره طبعا طويله، فتره آه. كويسه جدا طبعا وكده، ومن الناس المحترمه برضو اللي انا بحترمهم جدا بالزبط. وكان اضافه فعلا لنادي انبي في الفتره دي آه. وعملنا صولات وجولات مع نادي انبي فتره طويله جدا، وبعد كده ارتبطت اسمي مع الكابتن طه بصري آه. مسكنا المصري، عملنا ماتشات كويسه جدا، يمكن رحنا المصري في بعد كابتن مختار آه. في الدور الثاني آه. كان المصري الثاني من تحت اه بالظبط، هنا رابع او خامس بالظبط انا فاكر لا آه. فعملنا ورحنا بتروجيت اه، كانت صدمه بالنسبه لك وفاه كابتن طه طبعا. لا ده كانت صدمه غير عاديه يعني، هو كان فجاه، لان هو اللي توفى تعب فجاه كده ودخل المستشفى الاول. كابتن ايه كابتن يحيى اسماعيل اللي توفى الاول اه صحيح، قبليه على طول اه، توفى بفتره ما تمش 40 يوم او 50 يوم اه. ففي توقيت ما كنت تفتكر كان كابتن طه زعل عليه؟ كان زعل طبعا، لان كان مرتبط بيه، لان هو لانه جاله كابتن طه انا فاكر دخل جاله غيبوبه مفاجاه، بس هو قعد فتره في المستشفى. ما انا عارف في غيبوبه، بس غيبوبه كاملة. غيبوبه كامله، حتى انا كنت بخش عليه ما كانش يعني الله يرحمه ما كانش مدرك، فكنت انا بتاثر جدا يعني، فكنا حتى اتمنينا له الرحمه، لان كابتن طه ده يعني ليه فضل كبير جدا علينا كلنا وعلى نادي انبي، وهو اللي حط انبي في المكانه دي. كابتن طه على فكره اول واحد دربني في منتخب مصر تحت 19 سنه والله اه والله. لا كان دربني تحت منتخب مصر تحت 19 ده. انا عايز اقول لحضرتك الحاج كابتن خالد، ده في حاجه جميله جدا، يمكن كان لما جه بيتعاقد كابتن طه مع مستر كامل ابو علي او اي حاجه يقول انا مش رامضي الا خالد ويحيى تقعدوا وتشوفوا انتوا ايه طلباتكم الاول اه. هو حاجة شخصية محترمة جميلة محترمة محترمة لأبعد حدود. يمكن كان في حاجة برضو معلش انا اخد محمداتك. لا طبعا كده كان في صدام حصل ما بيني وبين كابتها، كانت ايام نادي جولدي ايوه فاكر اه. كان هو كنا بنلعبهم في الفيوم تقريبا او جولدي اه في الفيوم اه. فكان هو كان على الخط. جولدي كان في عندهم ملعب اتحاد عثمان باين ولا ملوش علاقة، اللي هو في طريق مصر اسكندرية ده ايوه ده دينا اه. ده اه دينا كان دينا اه، مش اتحاد عثماني يعني ملوش علاقه. لا كان دينا اه، لكن كان جولدي في الفيوم اه بالظبط. فكان اول ماتش في الدوري كنا بنلعب نادي جولدي، كان دوري ممتاز اه. فكان الكابتن طه موجود اول سنه في الدوري الممتاز لينا اه. فكابتن طه كان على الخط، فطبعا بيدير المباراه وكنا قاعدين احنا طبعا وراه وكده، فكان عايز اعمل تغييره فكان لو تفتكر كان في ضياء الرحمن اه، وكان ضياء الرحمن كان بيلعب، وكان في عادل فتحي احتياطي اه اه. فعادل فتحي كان معاكم كمان لعيب جامد قوي. انا كنا اتعرف اتقابلنا فينا كابتن اول ما طلعتوا انتوا، كنتوا عاملين معسكر في الاكاديميه البحريه في اسكندريه ايوه فاكر ايوه. انا قابل اول مره تطلعوا الدوري الممتاز عملته هناك هناك، وكان عندكم لعيب قصير كده اسمه اكرامي يا سلام لاشول اشول بالظبط. ده كان لعيب قوي يا كابتن، ده لعب معانا في الدوري الممتاز السنه اه، بس بقى طبعا ايه يعني ما كملش، بس مع انه كان لعيب يمكن آه. ما كانش ملتزم ولا حاجه الله اعلم، بس هو كان امكانياته اشول قدراته كان مهاري اه، وعنده ستايل بالظبط. ده لعب فتره في انبي
بالظبط. وحصلنا بس ايه لما احنا يعني بص يا كابتن زي ما تقول الالتزام خارج الملعب لكن هو كموهبه كان طبعا كان موهبه فذا كان لعيب كويس قوي بالظبط كان لعيب كويس جدا جدا يعني. فالمهم كابتن بيدير المباراه وكده فانا عايز يعني عادل فتحي اللي ينزل يقلب المباراه كان بيلعب هاف رايت فالموقف ايه يعني كابتن واقف فبيعمل تغييره تانية غير كابتن غير عادل فتحي فبقول لي كابتن يحيى لا عادل ينزل وكده فتنرفز لا ما تنرفزش هو كابتن مش سامع فكابتن يحيى قال لي لا ما تروح تقول له فانا بروح بقول له بحب يعني فبقول لي كابتن هو ساعات بيتنرفز كده قال له بقول كابتن عادل فتحي وكده تعالى دير انت بقى أيوة لا مش... هو على فكره هو ما بيتنرفز الله يرحمه اما كان بيتنرفز كان بي بس عارف بس طيب بس عارف كابتن خالد انا قعدت قعدت وبعد دقيقتين جاب عادل فتحي وكسبنا المباراه 2-0 ونزل عادل عمل شغل وربنا كرمنا وكسبنا 2-0 واخد بال حضرتك فحتى انا زعلت فبعدها كان في معسكر كنا بنعمل معسكرات على طول يعني فلقيته بيخبط عليا وبياخدني بالحضن لا شخصيه الله يرحمه ساعات بيبقى نرفزت ملعب طبعا وتنشان انت عارف المدربين بتبقوا متنشنين انتوا وفي تحت ستريس وعصبيه غير طبيعيه ضغوط غير عاديه يا كابتن بعد كده مسكت امبا يا كابتن مسكت امبا طبعا فتره طويله جدا ومسكت اشتغلت مع ناس كتير جدا يا كابتن خالد مع كابتن بصري بس ما اشتغلتش معاه مع كابتن صالح طب ليه يا كابتن ما حاولتش بقى تبقى مدير فني لوحدك اشتغلت مدير فني انا عارف بس قصدي تكمل بقى المسيره فتره لا انا دي. كملت واشتغلت انا مسكت بقى فرقه حتى في الدرجه الاولى مسكت انا قصدي امبي ما انا مسكتها انا عارف بس كانت اعتقد كنت مسكتها فتره كمؤقت لا لا لا, لا لا مش مؤقت انا مسكتها كان في الدور الثاني وبعد كده كملت عملت فتره اعداد وعملت تيم واشتغلت كويس جدا وضغطت بس ما كملتش الموسم في الفترات دي يا كابتن خالد كان في مشكله كبيره جدا كانت الاداره لما بتلاقي اولادها بتحدد الامكانيات الماديه شويه لان يعني ما بتدكش الامكانيات لما بيجي مدرب من بره بالظبط كده فطبعا ايه ولاد النادي مش عارف ايه كده فانا عارف ان حضرتك ليك دور ان كابتن حلمي يبقى موجود يعني دايما كنت بسبورت طبعا سبورت ان وجود كابتن حلمي طولان ده يعني ده اخ كبير لينا وانا بصراحه بحترمه جدا واحنا بصراحه كنا سعدة جدا لوجود الكابتن حلمي طولان كمدير فني للنادي انبي واشتغل فعلا في فتره طويله جدا وعمل يمكن قطاع من قطاع الناشئين هو اللي ضخ 12 13 لعيب ولولا وجود الكابتن حلمي خلال الفتره دي كانت خالد بامانه ان انبي كانت ممكن تتاثر طيب تماما. قبل ما نطلع فاصل يا كابتن مين اللعيبه اللي جت انبي وشفت ان بسبب الزمالك واهلي كان اللعيبه دي كانت لازم تروح منتخب وكان لازم يبقوا نجوم مصر اكيد انت غير اهلي وزمالك في انبي يعني. في انبي يعني انت مريت عليك قلت اللعيب ده ازاي ما يروحش منتخب او اللعيب ده ازاي مش متواجد فهمت قصدي يعني في انت عارف الجيل كمان بتاع 2005 ل 2011 12 ده كان جيل متميز جدا خلي بالك كابتن خالد ان عصام محمود وهو معانا راح منتخب اللي اختير ايام الكابتن محسن صالح السيد عبد النعيم تمام جبس رجله ما كانش فيه المينتاليتي ما كانش فيه السيد عبد النعيم جبس رجله عشان ما يروحش المعسكرات ما كانش حلم المعسكرات لا يا راجل أنا سبحان الله ده احنا كنا بنجيبه بالعافيه فعشان المعسكر مع العلم موهبه غير عاديه فزه واختير لمنتخب مصر في كاس افريقيا ايام الكابتن محسن صالح بالظبط جبس رجله عشان يقول لهم انا رجلي بتوجعني يا نهار ابيض عشان ما يروحش المنتخب بالظبط عشان ما يبقاش محبوس بالظبط كده عشان هو عايز الانطلاق ما كانش فيه الفكر خالص واخد بال حضرتك ما انتوا عندكم انتوا وزعتوا اللعيبه على كل انديه مصر ده كل اللعيبه دلوقتي معظم لعيبه مصر كلها مجدي قفشه انت اللي طبعا ده ابني والله يا كابتن ده ابني وحمدي فتحي حمدي فتحي كابتن كبير من دمنهور ولعب معايا وانا ماسك مدير فني وكان كنا في الفتره دي بنعمل معسكر في الاكاديميه وكان في اتصال من كابتن محمود الخطيب وكابتن علي عبد الصادق قبل الدوري ب 10 ايام قبل بدايه الدوري ب 10 ايام كنت انا ماسك مدير فني وضغطوا عليا فقلت لهم لو حمدي هيروح انا همشي فكانت الاداره متمسكه بيا الفتره دي بالظبط فاصريت ان حمدي يكون متواجد معايا ولما مشيت جه بعدي كابتن علي ماهر راح النادي الاهلي اللي هو يعني حمدي فتحي حمدي فتحي طبعا ومجدي جابه من دمنهور اساسا كنا من دمنهور وقفشه اساسا من وقفشه اصلا ابن النادي من هو صغير متواجد معانا وابني من تحت هو وصالح جمعه وعبد الله جمعه برضه كنت بطلعه يلعب معايا
احمد رفعت. هبقى اسالك بقى بس بره الهوا، مين زملكاوي اهلاوي قبل بس بره الهوا عشان ما ينفعش اقول على الهوا. ان شاء الله باذن الله. نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن كبير كابتن خالد متولي. يلا ويرجعنا لكم مرة أخرى والكابتن خالد متولي. كابتن خالد عايز أروح معاك ليه الدوري العام هذا الموسم شايفه إزاي؟ والله الدوري السنة دي صعب جدا يا كابتن خالد وشرس يعني في صعوبة جامدة جدا وبعدين يعني عارف إيه المستويات يعني متقاربة ما بين كل الفرق المستويات متقاربة يمكن أنا يمكن في بعض القرارات في أنا بحلل بعض المباريات فعايش الحالة فلا بتبقى المستويات متقاربه وبعدين برضو لما عملنا احنا كاس الرابطه لما عملنا كاس الرابطه واشتغلنا فيها كالانديه كلها يمكن كان في انديه مشيت كويس جدا في كاس الرابطه لكن لما جت في الدوري بقى ورجعوا تاني عمل الدروب والعكس صحيح بالظبط والعكس حصل فده مش مؤشر ان هو يديك لان في بعض اللعيبه الدوافع والضغوط يا كابتن خالد بالزبط. البونت ضغط البونت بيفرق في الاداء في بعض غير في الرابطه بقى مش فارقه كتير مش فارقه انت خبال بتلاقي مباراه وديه قويه لكن البونت او البونتين او الثلاثه بتبقى عليها عامل كبير جدا فتلاقي برضو ان في يعني زمان كنا بنتكلم يمكن نادي الاسماعيلي من الانديه اللي احنا بالزبط. زعلانين جدا وانا كنت شايف حضرتك بتتكلم ابو طالب طبعا حبيبي وكده كلنا في حزن غير عادي على نادي الاسماعيلي بالظبط وكان ماشي كويس جدا في الرابطه وبعد كده يمكن اول ماتش امبارح في وجود حمد وجهازه يمكن كان في او دروب 1-0 ومع الجون وكسبوه بتبقى وحشه قوي ما بيكون تغيير مدرب في ظروف صعبه بيبقى عايز على الاقل تعادل على الاقل يعني بس هو جاي في ظروف صعبه قوي يا كابتن خالد بس هو يتحملها بقى بس يتحملها طالما قبل بالظبط بس انا برضو كان ليا برضو معلش انا كان يعني كان ليا وجهه نظر اتفضل طبعا حمد اخويا وحبيبي ومن الناس اللي بتمنى له التوفيق وكده بص يا كابتن خالد انا داخل اخش يعني داخل في حته زي دي لازم يكون انا معايا جهاز معاهم قوي لازم هو رفض وجود حسني عبد ربه على فكره كمدير كوره حتى بس لا انا بتكلم كمان كجهاز كامل لازم يكون في ناس هو دخل بين احمد سمير فرج معاه في احمد سمير فرج طبعا خد بالك اول تمرين دي طبعا نتمنى له التوفيق من الناس المحترمه جدا لسه بيبتدوا مشوار يعني وحمد اول مره يبقى مدير فني على فكره اول مره يبقى مدير فني هو كان دايما مع كابتن ايهاب جلال ومعاه كمان الدكتور عطيه السيد دكتور عطيه جميل حبيبي واشتغل معايا على فكره دكتور عطيه كنا مع بعض تحت 18 سنه في الزمالك كان بيلعب باك رايت كابتن دكتور عطيه كمان اشتغل معايا في انبي طبعا اشتغل معايا ايام كروجر بالظبط ايام كروجر الالماني اشتغل معانا دكتور عطيه شخصيه محترمه لكن لازم 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 اضخم او اكبر الجهاز المعاون عشان بيبقى باور وسبورت ليه في مواقف معينه ده وجهه نظر يعني بالظبط لكن طبعا ده ما تقللش طبعا من دكتور عطيه والناس اللي موجوده لكن نتمنى ليهم التوفيق فانا بقول لحضرتك ان الدوري العام لا شرس جدا ويمكن الـ 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 النتائج برضو متباينه يعني مش عارف مين يكسب مين ومين مستواه ثابت يعني ما تلاقيش يعني هل توقع ان نادي الزمالك يقع في دروب مع سموحه؟ لا طبعا ما كنتش متوقع تماما يعني برضو يعني انت بتقول لك ان الماتشات كلها متقاربه صدق بالله يا كابتن والله يعني تخيل اقوى سكواد في الدوري مين؟ مش الزمالك والاهلي بيراميدز تخيل بيراميدز عندهم اقوى لعيبه واقوى دفاع وهجوم يعني ودكه ده في حاجه يا كابتن لولا بس ان هم ما عندهمش جمهور لكن انا بتفرج عليهم لا اللي على الدكه الاجانب الاجانب مش مو مش بتاع بوركينا فاسو وبعد كده ابراهيم توري ده يا كابتن جامد جدا ده انت اتفرجت عليه وليد الكارت يا كابتن وليد الكارت لا وابراهيم توري ده يا كابتن حاجه مش ممكن انت عارف يا كابتن عندهم لعيب ما بيلعبش جامد جدا ايريك تراوري ايريك تراوري بالظبط عندهم لعيب الولد اللي هو بتاع جنوب افريقيا ده سالت حمد لما كان مدرب عام في الماتش اللي هم كسبوه كان هو قبل ما يمشي فكان معايا هو في مداخله كنت موجود فبكلمه فبسال عليه كان لسه ما جاش من بوركينا فاسو بالظبط علشان ما كانش لسه موجود بالظبط لكن انا بقول لك ان وال وليد الكارت لقاي دوت لقاي فرود باخر لقاي ده فرود جنوب افريقيا بجنوب افريقيا وعندهم حارسين مرمى عاليين جدا شريف اكرامي والمهدي بالظبط برضو من الحراس انا قصدي لا فرقه تقيله فرقه تقيله وعمر جابر ومحمد حمدي وحسين السيد واحمد فتحي محمد حمدي يعني لا. لا, لا 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 فرقه طبعا عندها سكواد لان برضو هم بيصرفوا وبيجيبوا برضو ده عنده احمد الشناوي هيرجع احمد الشناوي حارس مرمى بس هو كان الاصابه هو عنده صليبي انا عارف بس قصدي في السكواد بتاعهم يعني هو المفروض بعد شهر يرجع هو المفروض ما عندهمش
اي مشاكل انهم ياخدوا بطوله. بالظبط. يعني هو بس ان هم نادي مش جماهيري بس. مش جماهيري بالظبط وكده. بس طبعا ان ايه لازم تكون المنظومه كلها متكامله. بالظبط. ده اللي مهم جدا. يعني ان واحد فنيه قصدي المسخال المجموعه دي مثلا لو لابسه كلهم دول لابسين الزمالك او لابسين الاهلي طبعا لا 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 هي 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 لا هيمشوا. اه بالظبط. وبعدين ايه كمان ايه في شباب وفي خبرات. بالظبط. فطبعا يعني فرقه كبيره جدا طبعا وبعدين معاهم مدرب محترم. بالظبط. يعني كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال مدرب محترم. بيقدر كمان بيعمل روتيشن صح. ما بيفرقش يا كابتن خالد. لما بيعمل الروتيشن صح بيحط يعني بيقعد بعض اللعيبه صح وبيلعب بعض اللعيبه الثانيه المستويات متقاربه وماشي كمان في الكونفدراليه كويس كسب الماتشين الاولانيين. كابتن ايهاب جلال 12 13 مباراه ما شاء الله تاتش وود ما خسرش صح عمل 3 تعادلات بس او حاجه صح لكن كسبان كل مبارياته. بالظبط. سواء في الكونفدراليه او سواء في في الـ طيب شايف الزمالك ايه يا كابتن؟ يعني دايما هو انا اقول لك سكواد الزمالك جامد سكواد الزمالك جامد بعد كده لما يجي يغيب لاعب زي طارق حامد فتحس ان الدنيا. هل الانتقالات الصيفيه والشتويه دي فرقت؟ بص يا كابتن خالد انا برضه هنتكلم بواقعيه. نادي الزمالك هي مشكلته نص الملعب بس. لان نص الملعب هتفرق كتير جدا. يعني مشكلته نص هتفرق في الربط بالزبط. ما بين الدفاع والهجوم. بالظبط. لما في وجود طارق حامد كان وتد فرجاني في نص وهو فرجاني كانوا فعلا كان في تكيف. واخد بالك في واحد طالع واحد نازل وكان طارق كان طارق بيعمل دوره وكان ساسي بيعمل دوره الطولي وطارق بيعمل. لكن ان الاثنين ما يتواجدوش في 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 في, 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 في تيم نادي الزمالك لا طبعا بتعمل اثر. بس المشكله ان معلش برضو نتكلم بكل صراحه ووضوح ان لازم كان في تحضير جيد ان لو والله لا قدر طارق مش موجود في ماتش 2 3 في اصابه لازم يكون في واحد بديل شورتج او في تقصير في خط نص نادي الزمالك. اعتقد الزمالك قولا واحدا كان في شهر 6 اللي فات او 7 اللي فات كان الدوري شغال وبعد كده الزمالك خد الدوري كان في قولا واحدا هجيبوا لعيبه ففجاه جه الانتقالات بقى القيد. القيد بقى كان خلاص بقى هم حاطين في دماغهم لازم بقى 2 ديفندر لازم واحد رقم 8 البلان البلان بقى كده كان فاهم واحد راس حربه يعني كانوا حاطين في سردباك فاهم قصدي كان عمر كمال جه وشبانه ومعرفش وكانوا بيدوروا على لعيبه ثانيه كان وليد الكارتي ده كان هيجي الزمالك. انا سمعت حاجه كابتن يمكن وانا برضو قريت حاجه ان محمد صبحي في مشكله مع نادي فاركو في القيد. انت قريت عرفت قصدي؟ عارف عرفت قصدي؟ عارف ان هو مشكله السوداني عشان المريخ السوداني في سيف تيري. ايوه بس هم لسه هيستأنفوا واحنا بصراحه القصه علاقتنا مش كده بالانديه المصريه مش هنتمنى يعني ايقاف القيد. لا انا انا فاهم ان انت على اساس محمد صبحي يرجع لا يعني. لا لاني انا سمعت هو عودته بنسمع ما هي لازم الكابتن لازم يكون في لاين بالظبط تمشي عليه لان انت مثلا ابو جبل من المحتمل ما يكملش معاك تمام بس ما اعتقدش ابو جبل راجل قوي ابو جبل ده على فكره احنا اللي جايبينه. ايوه انت اساسا كان هيجي الزمالك وحصل منافسه ما بينك وما بين الزمالك وراح امبي كان الكابتن محمود سعد فاكر وكان امام محمدين فاكر انا فاكر كل حاجه هو راح امبي جالنا وقعدنا في شقه عندنا في التجمع كان جاي بقى كابتن جون كبير ما كانش لا كان انا كنت ماسك الفرقه دي مواليد 89 في الشباب كان هو علي لطفي كان ابو جبل علي لطفي احسن منه كان علي لطفي اللي ماشي الفتره دي كويس ابو جبل كان لسه جاي من بطوله اسيوط فكانش لسه حتى ما كانش اتمرن لسه كتير ولعب كاس عالم ما هو اللي لعب كاس عالم في الناشئين كان علي اللطفي وكان احتياطيه جبل صح انا فاكر لان كان جبل والاثنين كانوا الجونين بتوع الفرقه بتوعي في قطاع الناشئين لكن هو لكن ابو جبل تطور. اشتغل على نفسه يعني سقفه عالي طبعا علي لطفي عشان قعد بقاله 3 4 سنين ما هي الجول حارس المرمى لازم الاستمراريه كانت خلت تحترف شباب بتدي لك عشان كده يمكن لما جه من كاس افريقيا هو مستر كارتيرون لعبه على طول يعني ما لعبش عواد في اول مباراه بالظبط فهي ده لكن ابو جبل لا ابو جبل اشتغل على نفسه ومن من يعني ابو جبل عنده الباور وعنده الشغل الجامد بيعرف يجيب نفسه كويس قوي بالظبط وهو بيحب التمرين وكده بس انا عايز اقول ان محمد صبحي لا يقل عن طبعا عن ابو جبل طبعا محمد صبحي لو خد الثقه وهو شغال دلوقتي كويس كابتن شيل محمد صبحي من فرقه هتبقى في مشكله لان محمد صبحي عامل ماتشات كبيره جدا السنه اللي فاتت عمل مع اتحاد انا قصدي لو عاد للزمالك هيبقى وبعدين يا كابتن هو ده لازم يكون موجود في نادي الزمالك خلاص لانه قدامه 7 8 9 سنين هو ده هو حتى ابو جبل 33 مثلا هو 89 هو 89 يعني عنده 33 ما انا بقول لك يعني ابو جبل بس حارس المرمى ممكن يزود فيها بالظبط طالما بتحافظ على نفسك مستمر لان ابو جبل وهو اللي باذن الله ان شاء الله هيتواجد انا ده اتمنى يا رب يفضل في الزمالك بس قصدي لو جاله النصر السعودي زي ما بيقولوا معرفش ايه فعاوزه محمد صبحي وجنش كمان عاوده مهمه كابتن المشكله ان انا اعمل عقد مع نادي الزمالك وابو جبل اللي هو من نوعيه راجل
يعني آه انت عارفه طبعا تمام، وفي خلال الموسم يطلع موسم يحترف اه بالظبط في السعوديه زي ما عملنا مع عبد الشافي. قيل ليا ان دي من ضمن الاقتراحات يعني ان هو يجدد سنه ويروح ويرجع ويعني عندنا كمان احنا في ام بي كنا بنفكر التفكيرات ديت، بعمل لك عاد 3 4 سنين 3 سنين وفي خلالهم سنه تطلع زي عبد الشافي. عبد الشافي طلع لعب برده في السعوديه ورجع لك تاني بالظبط. انت ايه المشكله ان هو عبد الشافي لعب في ام بي؟ الله ده ابننا. انا هسال سؤال يا كابتن، هو استغنوا عنه؟ انا فاكر وبعد الفتره دي انا استغنوا عنه وبعد كده راح المحله. مش استغنوا عنه لا، احنا كان عبد الشافي معانا باك ليفت وفي قطاع الناشئين دفعه صلاح عاشور والقصه والمجموعه دي، وكان ورامي صبري وكان باين يا كابتن، وسامح عبد الوارث كان باين يا كابتن، كان ماشي كويس في الفتره دي يعني. لا كان باين ان هو لعيب كبير ولا عادي بصراحه؟ هو لا هو يعني كان لعيب عادي في الاول ما كانش يعني واخد نجوميه الناشئين في الفتره دي. كان الكابتن طه موجود فكنا ايه رايحين نتفرج على ماتش كان الزمالك وانبي فروحت انا والكابتن طه دخلنا الزمالك وقعدنا واتفرجنا على ماتش. فعبد الشافي ما كانش في مستواه في الماتش ده فكابتن الله يرحمه حسين ايه قال الولد ده وكده، فقلت له كابتن بنصبر عليه تاني وكده. فكان بقى خلاص الفتره دي انه يا يمشي يقعد فراح المحله خلاص ما ايدتهوش فما عارف مين كان لعيب جامد قوي فؤاد سلامه. يا سلام عليك، كان باك ليفت عالمي. بس اللعيب ده لو كان لعب في زمالك او اهلي كان وضع كمان اختلف. بس انا بتكلم بصراحه بقى كان هو اسامه حسن بالظبط. اسامه حسن ذكي، فؤاد احرف انا اسامه كان ذكي فكان كان فؤاد كنا بنزقه، كنا جايبينه منين؟ من نادي الشمس بس لعيب جامد قوي. كان لعيب حريف ولعب على فكره بعد كده كذا سنه ولعب واعتقد كان لعب في انديه في الدوري الممتاز مش عارف النادي ايه وكان مكسر الدنيا، ولعب في اسوان شويه ولعب مش عارف ايوه بالظبط اسوان كان كويس جدا في اسوان كان مع عماد النحاس ولعب في المقصه لعب في المقصه بس هو لعيب كويس قوي وفؤاد برده من ابننا بالظبط لا كان في مجموعه لكن عبد الشافي ما كنتش متوقع له اللي هو التوهج ده، ان ضرب الضربه دي وكده ولما مش عبد الشافي كمان احنا جبنا المحمدي من المحله احمد المحمدي قبل ما احترف ويروح انجلترا ما هو كان عندنا وطلع من كان راس حربه يا كابتن تخيل، كان هاف رايت وراس حربه ساعات كان بيجيد اللعبة بالدماغ في الكرات الثابته بالظبط، لان كان المحمدي كان من ميزته ان هو كان بيقطع على الان قريب لان عنده سرعات عاليه فكان بيرتش بدماغه كويس قوي، كان واضح انه لعيب كبير. لا 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 محمدي لانه عنده سرعات وعنده كروسات وعنده مراوغه لا محمدي عمل ماتشات معانا على اعلى مستوى بالظبط. وليد سليمان برضو كان عندنا وليد صح صح بتروجيت كان اوريدي عندكم طبعا قبل ما يروح بتروجيت طبعا واستغنيته عنه ما كانش باينه بس كان دي كانت حاجات بقى سياسيه وكده عشان كان بتروجيت كانت قصه كده يعني. بس كان باين وليد انه لعيب طبعا في الناشئين عندكم كان لاعب عندنا في الدرجه الاولى لا لعب عندنا ام بي في الدرجه الاولى لما كنا في الدرجه الاولى. عندك صلاح سليمان كمان من وصلاح سليمان على فكره صلاح سليمان لعيب كويس جدا جدا انا مرنته وصلاح كان راجل يا لولا الاصابه بس بتاعت ركبته بالظبط اثرت معاه بالظبط خشونه وكده ودي اللي زمان كوره رهيب صلاح. لا صلاح جميل ولعب منتخب مصر يا كابتن ولعب الزمالك كتير طبعا لا ولعب للزمالك ولعب منتخب مصر يعني لا هو عنده امكانيات طويل وهيدرز والباور وبعدين كمان يا كابتن كان بيقوم الفرقه بقول لك ده مره جاب جون دبل كيك كنت انا اللي ماسك في النادي الاهلي فاكر يا كابتن ايه ده الجون ده كابتن ما كنت احنا مسكين ايوه صح صح كنا بنلعب في بترو سبورت مع النادي الاهلي جون عالمي كان كنا احنا كسبانين 1-0 بالظبط والنادي الاهلي تعادل معانا في اخر دقيقه بعمرو جمال بالظبط عمل دبل كيك كنت انا اللي ماسك الفرقه كابتن بالظبط في الفتره دي صلاح كان من اللعيبه لا انتوا عندكم مر عليكم لعيبه مميزه جدا احمد رفعت يا كابتن احمد رفعت كان من الناشئين عندكم يا كابتن كان في الاهلي وبعد كده وكان عندنا احنا اشتغل فتره طويله جدا في الناشئين كان واضح يا كابتن طبعا احمد رفعت وصالح من الناس اللي هم كانوا باينين صالح جدا. جمعه وكان بصراحه كان الفتره دي اللي ما ننساش طبعا ذكره كان الكابتن امام محمدين طبعا والكابتن صلاح مصلحي ربنا يشفيه كان بيقولوا عم بيعمل عمليه كابتن لا بس الحمد لله كان في العين بس الحمد لله كان معايا من اسبوع يعني كده. كويس الحمد لله لا زي الفل ربنا يشفيه فلا وعشي. فكان هو اللي عمل المجموعه الارض الخصبه دي بنواحي اداريه من طبعا كان في بقى استاذ ماجد نجاتي وكان في المجموعه دي كان هم دول كلهم عبد الله جمعه كان معاكم برضو ها طبعا كان بس كمال ابو فرايد عبد الله جمعه طول عمره اللي هي نظام شيكابالا كده شيكابالا كده يخش على جوه بقى راح لعب في المانيا شويه وانت برضه يا كابتن ما انت كنت تلعب ايوه برضه في الجنب ده طبعا هاف رايت وكان مين كمان كان كونتي طبعا كونتي بتاع ايطاليا واخد بالك ده اول واحد فكان هم دول يعني الشول عندهم المهاره فكان عبد الله بيشتغل في الحته دي كنت انا ومحمد حلمي ماسكين الفرقه الكبيره وكان هو موجود معانا عبد الله جمعه الاداره طلعته اعاره من غير احنا ما نعرف برلين
نادي برلين. نادي برلين في المانيا. بالظبط. فكان معانا عبد الله طبعا وابننا ومن الناس الجميله جدا يعني طبعا هو وصالح طبعا. كان في مجموعه كبيره جدا يعني مش عايز اقول لك الاسماء. تاريخ. وكلهم طبعا في الانديه كلهم دلوقتي. كابتن خالد نورتني وشرفتني حبيبي والله. حبيبي كابتن خالد انا اللي سعيد بيك جدا يا كابتن خالد. انا اسعد والله. ونتمنى طبعا نادي الزمالك ان شاء الله يوم السبت التوفيق كلنا باذن الله واقفين وراه وتمنيت التوفيق طبعا لحضرتك. الله يخليك يا كابتن خالد. وان شاء الله انا سعيد جدا بيك ان شاء الله نشوفك قريبا جدا في عوده للتدريب مره اخرى. ان شاء الله قريب قوي يا كابتن. دعواتك قريب جدا ان شاء الله في حاجه جايه بخير يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن حبيبي كابتن مرسي. شكرا كابتن خالد متولي. نطلع لفاصل ونستقبل الصحفي والناقد الرياضي الكبير باليوم السابع الاستاذ عادل السنهوري. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة أخرى. طبعا كلنا بنعتز بموقع اليوم السابع، موقع من أكبر المواقع في الوطن العربي. وطبعا أنا بعتز كمان بوجود الصديق العزيز والكاتب الصحفي الكبير والرئيس التحرير التنفيذي لموقع اليوم السابع الأستاذ عادل السنهوري. أستاذ عادل إزاي حضرتك؟ إزيك كابتن خالد، وأنا سعيد إن أكون معاك والله. الله يخليك. ولا السعادة كمان قيمة كبيرة زي حضرتك زملكاوي. اللقاء تحديدا كله منتظر اللقاء. نبتدي مع بعض معاك ماتش الزمالك والوداد. كنت بتقول لي الوداد اتسمى الوداد ليه؟ لا الوداد له من او مصر لها في اسم الوداد كتير. هم لما في الثلاثينات جم يأسسوا نادي الوداد الرياضي وعملوا عدة اجتماعات عشان يختاروا الاسم، وكانوا عايزين اسم عربي يعني ما يبقاش اسم تبع فرنساوي او انجليزي وكده. فكان من ضمن الرؤساء النادي كان مش فاكر اسمه سي محمد ايه كده، اتاخر عن الاجتماع والاجتماع مصيري بقى عايزين يحددوا اسم النادي ويعملوا له اطلاق ويعلنوا عن النادي الجديد يعني في المغرب. فجاء بيقولوا له احنا منتظرينك، بعدنا كتير منتظرينك. قال لهم والله بعتذر، انا كنت بتفرج على فيلم ست ام كلثوم وداد. سبحان الله. فكله انتبه له اسم جديد يعني اسم حلو نسمي النادي، نتفق على اسم النادي نادي الوداد. نادي الوداد. وبسبب فيلم ام كلثوم في الثلاثينات 36 او 38 على ما اتذكر يعني اتسمى الاسم نادي الوداد على اسم فيلم فيلم السيدة ام كلثوم. يعني شوف قد ايه انت يعني الارتباط القوه الناعمه زي ما بيقولوا. صحيح. وتاثير مصر على على الوداد. عشان كده العلاقه اعتقد ما بين نادي الوداد دايما مع الفرقه المصريه وتحديدا نادي الزمالك علاقه وديه جدا بالمناسبه. صحيح صحيح. وكل لقاءات يعني بتكون لقاءات قويه ولقاءات بعيدا عن التعصب، بالعكس بيسودها بروح وديه جدا في كل الماتشات اللي فاتت ما حصلش بينه وبينهم اي مشاكل. وكمان احنا واخدين اتنين من نجومهم يعني بالتاكيد وناجم وبن شرقي. عندك بن شرقي يعني. صحيح. فبالتالي ان دايما علاقات بين نادي الزمالك ونادي الوداد علاقات طيبه جدا، واتمنى انها تكون ماتش كويس يعني ان شاء الله. الحاجه الثانيه عايز احييك على الحمله. عايز تكمل احييك على الحمله لدعم نادي الاسماعيلي للامانه. انا حضرتك عايزك تسترسل بقى في الموضوع ده لانه فضل. بصراحه شديده جدا يعني اتمنى ان ما اكونش انت لوحدك، انا ضم صوت لصوتك، بل بالعكس اطالب ان كل مؤسسات الدوله تدعم نادي الاسماعيلي سواء دعم معنوي دعم مادي، لان نادي الاسماعيلي ليس مجرد فريق كره قدم. انا هتكلم في جزء بمعنى جزء النادي نفسه ثم جزء بقى العلاقه اللي انت اشرت لها في المقدمه، يعني فكرة البعض بيلسن أو لدعم، وهذا شرف وفخر يعني يعني لا ندعيه يعني بالعكس فخر للزمالكاوية أنهم يكونوا ولاد عم الإسماعيلوية، لأن دي علاقة محدش يقدر يشك فيها. الجانب الأول نادي الإسماعيلي ده يعني مش مجرد نادي فريق كرة قدم، بالعكس ده فريق رمز للوطنية المصرية سواء في تأسيسه. التاريخ بيقول في سنة 21 ما بدأت الفكرة تأسيس نادي الإسماعيلي تحت اسم نادي النهضة. يعني 100 سنة أو 101 سنة إسماعيلي أو سنة 24 زي ما قالوا. هو النادي الوحيد في منطقة القناة اللي اتكون من المصريين زي سيدي البلد بالظبط. زي في الناحية التانية بقى اتحاد سكندري على شاطئ البحر الأبيض المتوسط اتحاد سكندري. النادي الوحيد اللي اتكون من مصريين ومن ثلاث أندية مصرية لمقاومة الاحتلال الإنجليزي. نادي الاسماعيلي نفس الحكايه، كان النادي الوحيد اللي في منطقه القناه من المصريين، بقيه الانديه كانت تابعه للجاليات الاجنبيه الموجوده الانجليزيه او الفرنسيه او اليونانيه الى اخره. لما جت اتكون النادي اتكون بالفعل انت قلت انه
جمهور الاسماعيلي او شعب الاسماعيلي بيتنفس كوره. صحيح. لا ده صحيح. لا لا انا بتكلم جد ده صحيح. لان اللي كون نادي الاسماعيلي كان لسه كان عشه تقريبا يعني حاجه بالطوب الني كده سور وبتاع. اللي كون بعد كده يعني جاب مكان يليق بالنادي الاسماعيلي وتبرع لنادي الاسماعيلي هم اهل وتجار الاسماعيليه وتبرعوا بحوالي 6543 جنيه. ياه. التاريخ ده بيقول كده. طبعا تجار الاسماعيليه هم اللي اتبرعوا بالمبنى بتاع النادي. منهم مسلمين ومسيحيين. كل الشعب اتبرع عشان يتعمل نادي يليق بالنادي الاسماعيلي الحالي سنه 43. تم الافتتاح الرسمي. يلا عشان مش عايزين نقول غيظ العادي. يلا الافتتاح الرسمي سنه 1947 بالمباراه الافتتاحيه بين الزمالك والاسماعيلي. فعلا فاروق نادي فاروق. نادي فاروق في ذاك الوقت. كان المباراه الافتتاحيه مع الزمالك. مع الافتتاح الرسمي للاستاد. بين الزمالك والاسماعيلي. وبين الاسماعيلي وفاز الاسماعيلي 3-2. تمام. حضر الماتش مين؟ نيابه عن الملك فاروق. محمد حيدر باشا. طبعا. كان رئيس الاركان او وزير الدفاع وكبير يوران الملك فاروق. اظن ممكن يكون رئيس نادي الزمالك في الوقت ده. صحيح. محمد حيدر باشا صح؟ صح. كان في الوقت كان رئيس نادي الزمالك. ده في جانب التاسيس يا استاذ خالد. الجانب الثاني الناس ربما كتير ما تعرفوش من الشباب. انه الاسماعيلي اكتر نادي مصري ساهم في المجهود الحربي. اكتر نادي مصري ساهم. فهموا يعني ايه مجهود حربي؟ مجهود الحرب بعد 67 انطلقت الحملات الشعبية من الفنانين والكتاب والرياضيين لجمع التبرعات لصالح إعادة تسليح الجيش المصري بعد 67 بعد النكسة. بعد النكسة بعد عزيمة 67 5 يونيو. طبعا أكثر متضررين طبعا كان منطقة القناة. صحيح. ومنها نادي الإسماعيلي. اجتمع مجلس الإدارة ويقرر إنه النادي مع الدولة مع قيادات الدولة إنه النادي يشارك في المجهود الحربي. إزاي؟ يقوم النادي الاسماعيلي بلاعيبته الموجودين يعمل 10 زياره 10 دول عربيه على 3 مراحل عشان يجمع اموال. جمع فيهم وزار كل يعني زار كل الخليج السعوديه هو عمل 3 وبعدين حاجه اضافيه للامارات بعد كده. بالشارقه وابو ظبي ودبي. زار كل دول الخليج. زار تونس والجزائر والمغرب وليبيا. ثم اللي في زار السودان كل تقريبا الدول العربيه والعراق ولبنان والى اخره. جمع من وسوريا كل تقريبا الدول العربيه في الوقت ده. جمع حوالي 65,000 جنيه استرليني في ذاك الوقت. في ذلك الوقت. وتم منحهم للمجهود الحربي. استقبلوا الملك فيصل لما زار السعوديه. حضر ماتش فريق ابو ظبي ضد الاسماعيلي الشيخ زايد حكم ابو ظبي الله يرحمه فيه. الله يرحمه كان محب لمصر جدا بالتاكيد. علشان هذا المجهود الحربي الفريق الوحيد الذي نال وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر نادي الاسماعيلي. يا جماعه احنا بنتكلم في ايه؟ لا انا اسف الناس دي مش عارفه. الناس دي مش عارفه. الناس كتير قوي مش عارفه اللي حضرتك بتقوله ده. اللي تاريخ التاريخ. لكن ده تاريخ نادي الاسماعيلي. تاريخ بمعنى كلمة تاريخ. انا بقول النادي الوحيد اكتر نادي. ودي على فكرة مذكرات كل الاصدقاء النقاد الكبار في العالم العربي رصدين ده في بعض كتبهم يعني زي صديقنا. خد بالك بعد نكسة 67 بسنتين الاسماعيلي خد بطولة افريقيا. ده دي حاجة تانية قصة. يعني قصدي هو نفس الجيل. هنقولها. واخد بالك. فادي تاريخ نادي الاسماعيلي في الانشاء وتاريخ نادي الاسماعيلي الدور الوطني اللي عمله لصالح البلد وصالح المجهود الحربي. عشان بس ما حدش يعني ايه يتكلم يقول لك ما يهبط. يهبط يعني ايه يهبط؟ يعني برضه كلمه الاسماعيلي دي في الحاله ديت ويهبط لا ده تهز يعني انا بيني وبينك انا من ساعه ما اتولدت تهز اتحاد كوره وتهز مؤسسات رياضيه كبيره وتهز انا من ساعه ما اتولدت لغايه ما دخلت حبيت الكوره لغايه ما لعبت كوره لغايه ما قطاع الناشئين في الزمالك لغايه ما كبرت لغايه ما اعتزلت لغايه ما كملت في الاعلام لغايه دلوقتي الاسماعيلي عمري ما شفت الاسماعيلي غير فريق قوي جدا فريق بيجابه الزمالك والاهلي فريق بياخد الدوري من الزمالك والاهلي بياخد الكاس بيوصل نهائي افريقيا والناس ما بتقفش في ظهره. فاكر لما منعوا حسني عبد رب واحمد فتحي انه يحضروا المباراه النهائيه. لا نادي الاسماعيلي نادي كبير ما تقدرش حد يكره الاسماعيلي. مين يكره الاسماعيلي؟ عد
لا مفيش يعني حد طبيعي يكره النادي الاسماعيلي. ما حدش يكره كره الاسماعيلي، كلنا حابين سواء زملكاويه او غيرنا او غيرنا بنحب كره الاسماعيلي، كنا بننتظر ماتشات في الاسماعيلي. واخد بالك؟ سيبك من الكره اللي بتتقدم دلوقتي، احنا بنتكلم على الاسماعيلي ككيان، كقيمه، ككيان، كتاريخ. فعشان كده انا ارجو يعني يا جماعه الخير لازم الناس تقف كلها في ظهر الاسماعيلي، الانديه كلها زي ما انت قلت ده انديه شعبيه. بالظبط. يعني انت شفت الاسماعيلي بيلعب مباراه كره طايره ولا ولا يد ولا سله؟ صحيح. لا انا عمري شفت الاسماعيلي. هي فريق هي كره بس. اللي هم اللي هو ده ولا يد ولا طايره ولا سله. بالظبط. هو ده الفريق اللي الاسماعيليه كلها بتعيش عليه. فعشان كده ما ينفعش بالحاله دي كلنا نقف ضد، نقف معاه وندعمه. ولو حصل عايزين نتبرع ما عنديش مشكله، بتكلم جد. خد بالك يعني، شوف تخيل احنا بنتكلم مثلا الزمالك عنده مشاكل ماليه ولا حاجه وبيصرف على حاجه 20 لعبه، احنا بنتكلم على الاسماعيلي يعني يعتبر بيصرف على لعبه او لعبتين مثلا. بالتاكيد. يعني الاسماعيلي هي كره القدم هي حياته. وانا اتمنى ان تكون حياه شعب الاسماعيلي. اتمنى كابتن خالد دعوتك دي تكون دعوه نادي الزمالك لدعم الاسماعيلي. انا متاكد لانه العلاقه الدوله المصريه كمان عارفه يعني ايه محافظه الاسماعيليه وقيمه النادي الاسماعيلي. طبعا العلاقه بقى اولاد عم يعني مشكله، هذا الشرف لا ادعيه وتهمه لا ادفعها يعني، ما عنديش مشكله. اولاد عموما اولاد عموما فعلا. ليه دايما بيبقى الاسماعيلي لو الزمالك عايز ياخد دوري يبقى لازم الاسماعيلي لازم يسرب او يعني يتم التوجيه ان الاسماعيلي يساب الماتش؟ تاريخ المباريات انتوا اكتر ناس يعني، معلش الطرف الاخر اللي بيقول كده هو اكتر ناس استفادوا مباريات الاسماعيلي يعني. انت ما بالعكس مباريات الاسماعيلي كلها مع الزمالك كانت بتبقى مباريات قويه جدا. يعني فكره بان الاسماعيلي يفوز على الزمالك طبيعي، فكره يفوز على الاسماعيلي حاجه ثانيه، اما العلاقه فدي علاقه تاريخيه ما حدش يقدر ينكرها. انا اسف يعني في ظل من انكروا النادي الاسماعيلي كان الزمالك بنقول اتفضلوا اهلا وسهلا سنه 67 اتفضلوا بمدربكم تعالوا نادي الزمالك مفتوح لكم تعملوا فيه المعسكر بتاع الدول العربيه رحله الدول العربيه ومعسكر البطوله الافريقيه ومباريات البطوله الافريقيه. فعلا؟ لا يعني ايام الانجلبير ما الاسماعيلي خد البطوله كان بيتمرن الماتش الوحيد اللي اتعمل على استاد القاهره كان الانجلبير. معظم الماتشات او الاربع ماتشات الاسماعيلي لعب اسماعيلي والي طرابلس اسماعيلي جورمايا اسماعيلي كوتوكو لما وصل النهائي مع الانجربين اتلعب على استاد القاهره، واللي ماتشات اللي قبليها على ملعب الزمالك حلمي زاموره. لا والله العظيم في التاريخ ده التاريخ. انا اول مره بقول انا بعرف اول مره في القصه ده التاريخ يعني. عشان بس فكره الاسماعيلي البطوله الافريقيه اللي خدها دي كان لعب ماتشات على استاد الزمالك مجانا، والزمالك كان بيضرب في الترسانه عشان خاطر يسيب الماتش. الله يرحمه محمد حسن حلمي زاموره. لا وعلى فكره ماتش الانجلبير ده اللي حضروا 100,000 كان كتير منهم زملكاويه 120,000 لانه كان بيقول لك مباريات واهلاويه طبعا حضر مباريات الاسماعيلي واسماعيلاويه كانت على ملعب الزمالك وبورسعيديه كمان فانت محافظات مصر كلها. الماتش الوحيد لانه كان الاسماعيلي كان الوحيد المتنفس بعد الهزيمه للشعب المصري من خلال الكوره، هو الوحيد اللي كان بيلعب كوره، كان هو الوحيد المتنفس بعد نكسه 67. الناس كانت محبطه كانت الكوره اللي طلعتنا شويه من القصه هو الاسماعيلي في الكوره وافت الكره وقفت من 67 صحيح لغايه 72 بالظبط، ما كانش في دوري ولا في اي حاجه مفيش اي حاجه الماتشات الوحيده اللي كانت بتستمتع بيها الناس كان الاسماعيلي. بالظبط عشان كده الناس ارتبطت بيه واخد بالك، وكان بتتابع جوله الاسماعيلي في الدول العربيه. وعلى فكره راح جوله في المانيا برضه في اطار المجهود الحربي وجمع 1500 مارك في المانيا برضه في المانيا عشان لعب دوره وديه وفي تونس لعب دوره الصداقه غير رحله تونس، دوره الصداقه الدوليه وكسبها، وبرده كان ارادها للمجهود الحرب وكسب فيها نهائي الترجي. يعني بنتكلم على حاجه تاريخ معمد صحيح تاريخ. عشان كده تقول لي ولاد عموما انتوا دايما علاقتكم ايوه دي العلاقه التاريخيه اللي ما حدش يقدر ينكرها. انا اسف ما حدش يقدر ينكرها دي علاقه محمد حسن حلمي اتفضل معسكراتكم مبارياتكم. بعد كده كان عندهم كمان رئيس تاريخي عثمان احمد عثمان بالتاكيد كمان. انا بقول لك ان النادي الوحيد اللي نال وسام الاستقلال هو اللي المقاولين العرب وهو هم تاريخ جوه النادي الاسماعيلي كمان بالتاكيد. فعشان كده ما انت اطلقت الدعوه، لا الدعوه تهز. اتمنى ان كل الانديه انها تؤيد هذه الدعوه، نادي الزمالك تبناها بالفعل لدعم النادي الاسماعيلي. صحيح. لما يحس انه في دعم من كل الانديه على الاقل يخرج من هذه الكبوه واخد بالك، لانه لا يصح ان الاسماعيلي يكون في هذا المركز. صحيح. الفريق اللي متعنا والفريق اللي احنا كنا بننتظر مبارياته لا يصح ان هو بعد كده هو متعنا كمان بكم من اللعيبه على مدار التاريخ
لعيبه اثرت كمان مع منتخب مصر لا. قبل ما تاثر مع الاسماعيلي. لا كان بيتعمل الاسماعيلي وبعدين عليه منتخب مصر والناس بالظبط. اه بالظبط والله. اه وبعدين عليه اثنين ثلاثه من هريشة فاكر الستينات كلها. لانه حتى لما رجع السبعينات كان هو الفريق الاكثر جاهزيه خلي بالك. يعني 74 كان الفريق الاكثر جاهزيه. اكتر فريق جاهز. بالظبط. الوحيد اللي كان طالع من بطوله ورحلاته كانت مستمريه ومباراته مستمره. فبالتالي لا الاسماعيلي عمل كتير لمصر يعني الفريق الوحيد خارج القاهره اللي فاز بثلاث دوري واثنين كاس مش صحيح وده مش سهل على فكره. وده مش سهل ان انت تاخد الدوري من الزمالك او من الاهلي. الزمالك ثلاثه دوري واثنين كاس وتفضل تنافس قبل ثلاث اربع سنين دايما بتنافس على المركز على المركز الثاني. صحيح. فهي المساله محتاجه بالفعل وقفه محتاجه دعم حتى ولو زيارات يعني معنويه من النادي الاسماعيلي. يعني دعم نادي الاسماعيلي حتى لو بلعيبه باي شيء دي يعني صحيح. عوده هذه النادي استعاده هذه النادي مره اخرى عشان يكون عندنا كوره. انت بتتكلمت في المقدمه يعني انا من الجيل برضو اللي انت حضرته ده جيل الجماهير. يعني انا ما اقدرش كنا والله العظيم بروح العب مع الاسماعيلي الاسماعيليه اتخض. لا كان انت من قوه الملعب وقوه الجماهير. الجماهير خط القناه كله. بالظبط. شوف الماتشات كانت ازاي. دي كانت بتبقى ماتشات مباريات قمه بالمناسبه. حتى بالنسبه لنا احنا يعني خارج القاهره بالظبط القاهره كانت بالنسبه لنا دي مباريات قمه. صح. الناس بتتوعد عليها وتتجمع عليها. صح. مباراه الزمالك مع خط القناه، مباراه الزمالك مع المنصوره، الزمالك مع الاتحاد. كل انا فاكر والله كمان فكرتني حضرتك كنت في الملعب بالنسبه اللعيبه التاريخيين يعني نسيت اقول اسم مهم جدا في عماد سليمان. عماد سليمان انا كنت معاه في التاهل لوس انجلوس. التاهل لوس انجلوس كنت في الاستاد هو اللي رفع الكره لعلاء نبيل على ما اتذكر. بالظبط ده صحيح. اللي هو جاب منها الهدف اللي صعدنا بيه من خلاله على حساب المنتخب الجزائري. كان الجزائر. بالظبط. لا يعني انت بتفتكر اسماعيل لعيبه كتيره جدا متعونا واستمتعنا كنا بنحب الكوره بتاعتهم. حقيقه كنا بنحب الكوره بتاعتهم. واخد بالك؟ فيعني هو ده اللي انا بقوله يا جماعه الاسماعيلي ليس فريق كره قدم عادي. ده رمز للوطنية المصرية، رمز لشعب بيحب الكرة وبيتنفس الكرة، هو اللي أنشأ هذا النادي، فبالتالي النادي هو ملك هذا الشعب الإسماعيلاوي، فبالتالي أعتقد حق على الجميع أن يدعم هذا النادي والمؤسسات الرياضية تدعم هذا النادي وتبحث عن مشاكله. صحيح. لأنه بصراحة دوري بلا إسماعيلي بلا طعم. صحيح. بلا صحيح. طعم حقيقي. صحيح. وهي خلاص إحنا الأندية الشعبية اللي فضلنا زمالك تاني. اهلي اسماعيلي مصري اتحاد. طيب محله اساسا شركه بس تحولت لنادي جماهير لانه تابع لمحافظه الغربيه. دي اربع انديه احنا كان عندنا 12 نادي بالظبط كلهم ما كانش في حاجه اسمها حتى لما كنت بتقول اسكو شوف كانت استاد مليانه قد ايه. بالظبط البلاستيك اسكو بلاستيك. مش دول اللي كانوا الشركات ساعتها. بالظبط بتاع العام. بالظبط. لكن الباقي كان ايه؟ بالظبط. يعني كان انت بتقول اللي يروح ياخد نقطة بره ويفوز جوه ياخد الدوري. صحيح. كنا نقول كده. أنا كنت فاكر المصري الاتحاد الإسماعيلي الدمنهور المنصورة المنصورة المحلة المحلة كمان حتى بلدية المحلة بلدية في وقت المحلة. من الأوقات. لا كان طنطا. لا كان والصعيد بقى أسوان المنيا الزمالك بالظبط جمهوريه شبين جمهوريه شبين منوفيه يعني دمياط بالظبط كل الفرق دي دمياط وغزل دمياط وكل الفرق دي كان انديه جماهيريه. روح الكوره ما تنفعش من غير الروح وروح الكوره هي مدربه كان اولمبي كمان والاولمبي كان نادي جماهيري على فكره. انا فاكر كروم هو اللي كان شركه شويه والزمالك كان بيلعب على استاد الاولمبي بالمناسبه. بالظبط. حتى مش على اساس اسكندريه والله. في ماتشات اتلعبت على استاد الاولمبي. كان هو اكبر استاد. كان اكبر من الاتحاد كمان. أكبر ملعبه كان اكبر من الاتحاد. اتلعب عليه كانت بجماهير كبيره جدا. بالظبط. ايام الاولمبي طلع لنا نجم عالمي احمد الكاس بالتاكيد. لا شوف الاسماء يعني الاسماء الكتيره اللي كانت موجوده نجوم افريقيا علي ابو جريشه الله حسني عبد ربه ما كل دي اسامي تلعلعت في القاره السمراء بالتاكيد. على ابو جريشه يعني الاستاذ هيكل استقبله في الاهرام بعد بيفوز بالبطوله في رضا الله يرحمه ورضا الله يرحمه يعني ده كان برضه اسطوره من الاساطير. لا اسماء محمد حازم يعني احمد الروبي بالظبط دول الفكر الصغير طارق الصاوي يعني حاجه بصراحه اسماء. فانا بقول يا جماعه ده تاريخ الاسماعيلي وارجو ان اللعيبه
اللي بتلعب في النادي الاسماعيلي تعرف يعني ايه هو التاريخ ده. بالزبط. عشان كده دايما والله يا كابتن خالد بقول دايما لعيب الانديه الشعبيه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي تعرف تاريخ عشان وهي نازله تلعب تفتكر ان في ورا تاريخ. بالظبط. انها تموت نفسها. حق عليها حق عليها تدافع عنه وتدافع عن التيشيرت اللي هي لابساه ده. فبالتالي تموت نفسها في الملعب لان هي دي يعني لعبه رجال للامانه يعني. صحيح. تعال نقفل القصه دي ونروح بقى للزمالك. ايوه. الزمالك هيلعب بعد بكره مع الوداد وتحط نفسه في وضع صعب شويه. رايك في الزمالك وايه اللي محتاجه الفتره اللي جايه خصوصا بعد فوز مستشار مرتضى منصور ومجلسه بالكامل في الانتخابات الاخيره؟ طيب الحمد لله ان بقى في استقرار. في بعض المشاكل زي مشاكل القيد وبتاع، لكن انا دايما بقول يعني عند الشدائد تظهر معادن الرجال. صحيح. احنا في شده. وهنا هيظهر بقى اللي بيحب الزمالك بجد، ابن الزمالك بجد، اللي هيدافع عن الفريق ده بجد من المتخاذل. وامبارح ما اعرفش حضرتك قلت يعني فكره او احد ضيوفك فكره التعاون مع بالعاطفه ده. لا. يعني انا نفسي نتعامل بشكل بقى علمي. صحيح. مع هذه اللعبه في داخل النادي. يعني فكره بقى التقييم ده. من يستحق البقاء، من يستحق الرحيل، من يشترط على النادي كده. هو ده اللي انا اعجبت جدا باللي انت طرحته امبارح، بانه بالفعل تعالى نعمل معايير عالميه ونشوف الانديه العالميه بتعمل ايه. حضرتك لعبت كام ماتش؟ عملت قد ايه؟ مررت قد ايه؟ زي صلاح يعني امبارح صلاح هو تقريبا هو الماتش كله. بالظبط. تقريبا سواء الهدف عمل اسيست، جاب جونين وعمل اسيست. اتنين اسيست وجونين، وهي وكمان البدايه مش اللي هو يعني اخر تلات جوان ولا حاجه. لا ده هو ما شاء الله. وبينزل دلوقتي يعني في نضج. فانا اقدر اقيمه تقييم غير السنه اللي فاتت وتقييم غير السنه اللي قبلها، عشان كده من حقه تطور فلوس اكتر. بالظبط. انت نفس الحكايه حضرتك، انت عايز بتقول 2 مليون، ال 2 مليون دول عندي يساوي 1 2 لغايه 15. كم بطوله؟ ايوه لغايه 15. لعبت كام دقيقه؟ كام دقيقه؟ بالظبط. جبت سلوكك جبت داخل وخارج الملعب، عملت كام اسيست، التزامك، سلوك، التزامك، انذاراتك، كل دي معايير. صح ولا مش صح؟ اذا كنا عايزين نعمل فريق، نبني فريق كره قدم صح، فلازم المعايير. فاعتقد الازمه اللي فيها نادي الزمالك دول اللي هيخرج منها نادي الزمالك هم رجال نادي الزمالك. لاعيبي نادي الزمالك اللي عليهم ان يظهروا المعدن الحقيقي للاعيب الزمالك، وياما بالفعل اظهروا المعدن الحقيقي في عز الازمات، وكانت بتبقى ماتشات صعبه لو تفتكر في خارج الارض وفي تونس والمغرب، وكانوا بيعملوا ابداع. صحيح. ماتشات كتيره جدا. سواء الترجي او الوداد او الرجاء او الفاس، لو تفتكر فاس الامارات والفاس المغربي اللي كان عاملين ابداع فيها، رب 3-2 باين، وساعتها كمان كان لعيبه المغرب افضل بكتير كمان بكتير. فبالتالي هنا يظهر المعنى. لازم يعني دايما الشعر يقول لك ايه، العمر كما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. الطموح، فكره الطموح. صح. هي المساله مش مساله الفريق في مشاكل، لا، انت طموحك انت زي السنه اللي فاتت كان نفس المجموعه دي كان رجاله جدا، اخر 7 ماتشات في الدوري وخدوا الدوري. هو ده اللي دايما لازم تقول له، انت كنت كنا في عدم استقرار على فكره. عدم استقرار. انت كنت عدم استقرار وعملت 7 مباريات لما تكرروا معلش في تاريخ نادي الزمالك، وكسبت رغم كل بقى اللي انت قلت عليه امبارح، رغم كل حاجه، لكن مين اللي كان الفيصل والاساس في البطوله؟ اللعيبه، الاداء اللي اكبر اي حد. من عدم عداله، من تحريك ماتشات، لا هاته هنا، لا هات الاسماعيلي الاول، لا هات الجونه، مش عارف ايه، العب في الكاس اللي اتلغى، العب في الكاس اللي اتلغى، العب في الكاس اللي اتلغى، واطرد اشرف بن شرقي وما يلعبش الماتش اللي بعديه مع الجونه، وفي الاخر الكاس اتلغي، واطرد ما اعرفش ايه، وكل ده. لكن رغم ذلك ما عدا لعيبه الزمالك انت ما كنتش شايف قدامك بصراحه في السبع الماتشات الاخيره اسم لعيب واحد. انت كنت شايف فرقه فانيلا بيضاء بخطين حمر لابسه 11 لعيب. انا فاكر ماتش الاتحاد مع بشافي جاب جون في الدقيقه حاجه و80 اتشال على الاعناق من لعيب زميله تقريبا، مش فاكر كان مين اللي شاله، وقعد الونش تقريبا قعد شاله على كتافه وطلع بيه لغايه الاتوبيس. هو ده اللي دي الروح اللي انت عاوزها، الروح اللي تخلق بقى رجاله اللي تظهر في الشدائد، واحنا في شده حاليا. صح. انت في شده لغايه الصيف اللي جاي، واخد بالك؟ صح. كل واحد يطلع اقصى ما عنده، يتذكر انه بطل الدوري، يتذكر انه عمل 7-8 ماتشات في الدوري اللي فات كله كان قال لك خلاص. صح. مش بتاعك الدوري، في ظل بقى الازمات الكتيره جدا دي. صح.
فيفتكر انه خد بطوله من بين انياب الاسد. صحيح. يفتكر انه بطل دوري وسوبر رغم ان الكل قال لك يعني في فبراير الاسود يعني زي ما كانوا بيقولوا عليه. يفتكر انه بيمثل نادي الزمالك. يثق في نفسه، ثقه في الذات، انك ابذل اقصى مجهودك وربنا بيديك. يعني ربنا هيديك بعد كده. هل اعتقد انه الماتش اللي جاي ده انا دايما يعني متفائل دايما بالماتشات الكبيره، ان اللعيبه مركزه، ان اللعيبه تركز. على فكره كمان عوده الجمهور المغربي قد يكون عامل كويس للزمالك، لا يخلي اللعيبه عندها دوافع كده وتنزل تركز اكتر. احنا غلبنا الترجي لو تفتكر ايام بالظبط بالرخيصه والجعايدي 2-1 جونيور وحازم انفاخر بالظبط في الترجي هناك، وكان الجمهور قد ايه بالظبط، وغلبت برضو بعض الفرق المغربيه هناك وكان الجمهور موجود. صحيح. بالعكس انت ثق في نفسك ان انت يعني قدراتك اعلى، انت احسن لعيبه في مصر. انا بصراحه يعني انت بتتكلم امبارح بتستعرض اللعيبه، يعني مين اللي عندك فتوح اياكس عايزينه، محمد ابو جبل النصر السعودي عايزه، الونش اكتر من نادي عايزه، محمود علاء لعيب متميز جدا، حمزه المسلوسي منتخب تونس، عندك زيزو اكتر من نادي عايزه، عندك امام عاشور. انا برضو حاجه حلوه زي ما قلتها امبارح، سيف الجزيري هداف بطوله العرب. قلت حاجه حلوه امبارح، كنت بالمصادفه اتفرج على ماتش اشرف بن شرقي لعيب كبير، بتفرج على ماتش المذيع، ما اعرفش يعني ما يروح يعني، انا نفس المذيعين اللي بيقول كده يروح القناه بتاعه النادي بتاعه يعمل فيها، ما يتفرج على ماتشات علشان الاقي مذيع بيديني معلومه. انا عايز اقول حاجه والله، ما تتغزلش في حد، لا تتغزل في حد، روح اتغزل بيه في القناه بتاعته حتى لو كان زملكاوي. انا اسف بالظبط، روح اتغزل بيه في القناه بتاعته. انت المعلقين والمخرجين يكون في حياديه، انت بتتكلم على ده والغزل والعفيف اللي كان الاخ عمال في ماتش اول امبارح ده، والعروض بتيجي نادي لعيبه نادي الزمالك. على هي ايه المفارقه الغريبه دي؟ العروض ما بتجيش غير لعيبه نادي الزمالك ومستمعين عن اي عروض لاي فريق تاني. يعني مش معنى لعيبه نادي الزمالك لان هم احسن لعيبه في مصر. ما هو انت عايز اقول لك حاجه، الدليل ان اما المنتخب اللي هو الافريقيا كان 20 لعيب، 11 و9 احتياطي بالظبط، صح؟ كان الونش وفتوح في ال 20 في ال 20 بالظبط. محمد عبد المنعم كان بيلعب في فاركو ساعتها، لما دخل كان بيلعب في فاركو وفيوتشر، سوري كان بيلعب في فيوتشر ساعتها، وبعد كده انتقل بعد البطوله يعني للاهلي يعني فيوتشر. فانا بقول لك ان حتى كان معار يعني من الاهلي لفيوتشر يعني، فقصدي ايه ان 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 لعيبه الزمالك اتنين منهم دخلوا ال 20 بالتاكيد. انا ما اعرفش ليه غير النني طبعا، ما اعرفش مش عامل على اعلام الزمالك، انا ما اعرفش ليه. وابو جبل اتظلم كمان، فتوح ابو جبل اتظلم على فكره في الاعلام، ما ركزت عليه الاعلام، ما ركزت عليه في بطوله افريقيا. يعني بصراحه اكتر واحد لعب من 120 دقيقه، ال 120 دقيقه في الماتشات كلها اللي هم الاربعه، الاربعه وكان متعور قبليها بالظبط، بعد الماتش الاولاني اتعور. لعب ال 120 دقيقه باك شمال، ولعب على مين؟ بالظبط. انا الواحد بصراحه ما بشوف امام عاشور لعب على ساديو ماني، امام عاشور لعب على ساديو ماني. طب فتوح لعب على بتوع ريال مدريد كلهم بالظبط، واخد بالك؟ امام عاشور بيلعب على ماني، لعب اسماعيل اسار، ولعب على اشرف حكيمي، ولعب على لعيبه جامده جدا، وبيبي لعب على لعيبه جامده جدا. فتوح بيبي بتاع الارسنال زميل النني. طيب شوف ساحل عاج عاشور، امام عاشور لعب على مين؟ ساديو ماني. ده فظيع امبارح، يعني امبارح بشوف ماتشات بقول ازاي امام عاشور لعب على ده وقدر يعني بالظبط واخد بالك. فانت عندك لا عندك قماشه لعيبه بصراحه شديده جدا، محتاجه انها تثق من نفسها اكتر من كده، محتاجه انها تصدق انها بطل الدوري، انها تنتمي لنادي كبير جدا، نادي عظيم جدا اسمه الزمالك، بالتالي العب لعبك العادي. يعني ما تخليش اي حد ياثر فيك. صحيح. لا لان الواحد بيشوف حاجات غريبه كابتن خالد الامانه. بصراحه ما اعرفش ايه تغير في المستوى يعني. لا كمان حوالين فجاه يظهر السوداب ده هيمشي ده خلاص. ما ده دلوقتي اللي طالع دلوقتي ابو جبل مضى في النصر النهارده، انت بتسمع خبر ابو جبل مضى في النصر ومش عارف رئيس الاعلامي النصر السابق منزل تويتر مبروك يا جمهور النصر خلاص ابو جبل مضى، يعني كل ده قبل الماتشات. يعني انت عاوز ايه بالظبط يعني؟ واخد بالك؟ فبرضه ظروف مصطفى فتحي لسه ماشي رايح التعاون مكسر الدنيا. مصطفى فتحي، فانت عاوز ايه من اللي حواليك كل ده؟ في المقابل بنبص نلاقي بتلصيم ومش عارف ايه وفرح والغزاله الرايقه والغزاله النايمه والغزاله، يعني مش معقول كده. يعني يا جماعه ما في نادي تاني يعني، واخد بالك؟ اسمه الزمالك بيلعب باسم مصر والله برضه مش فبالتالي مساله اللعيبه دي عليها انها زي السنه اللي فاتت كده تبعد اي شيء
يشغلها وما تشغلش غير انها تحقق ذاتها اولا. لان البطولات هتجيب الفلوس، البطولات هتنعش، البطولات هتخلصك من مشاكل. والنادي ان شاء الله الفتره اللي جايه داخل على استقرار مالي، يعني في فلوس متدفقه ان شاء الله على النادي. بايد دلوقتي اللعيبه دي انها بالفعل تثبت انها لعيبه رجاله جديره بترتدي هذه الفانيلا، جديره انها تحمل اسم الزمالك، هم جديرين بذلك بالمناسبه. صحيح. في لعيبه بالفعل تقدر تشيل فريق في المباراه، المباراه الجايه والمباراه الجايه، المباراه اللي جايه على طول تحديدا، والمباريات القادمه ان شاء الله. اتمنى اسم الزمالك كبير، الفرقه بتخلص بالك. الزمالك داخل برضو على ماتشات صعبه مش سهله. بالظبط. ما انا عارف. بس اعتقد الزمالك عنده بعد ماتش الوداد فيوتشر، عنده فيوتشر فيوتشر في الدوري، ماتش صعب مش سهل. انا ما بخافش على الزمالك في المباريات الكبيره. انا طول عمري يعني ما بخافش على الزمالك المباريات الكبيره. المباريات الصغيره هم اللي بينزلوا دوافعهم قليله فما بيركزوش قوي. احيانا بقول يا جماعه محتاجين في المباريات الصغيره لا استعداد نفسي اعلى. صحيح. عشان ما تضيعش مننا الماتشات دي، لكن الماتشات الكبيره هم عارفين انه رايحين يلعبوا مين. طيب. وعارفين ان الدوله المغربيه واقفه دلوقتي بجوار الوداد بدليل حكايه عوده الجماهير مره واحده. فجاه قبل الماتش بيومين. قبل الماتش بيومين، مش 5000 ولا 3000 ولا لا، ده الجماهير. بالظبط. عوده الجماهير، يعني ال 20000 ولا 30000 اللي هيكون في الله اعلم لسه مش ما اعرفش حددوش الجماهير. هو قال لك عوده الجماهير. عوده الجماهير ما حددوش، بس ما اعرفش عدد قد ايه. طيب. في النهايه. فبالتالي ادي بنشوف الدول بتعمل ايه مع انديتها، احنا كمان نفس الحكايه. الزمالك ده انا شايف والله ان يكون في محاولات، طالما سمحنا بدخول 60000 لماتش السنغال اللي هو كمان شهر. اتمنى ان الانديه المصريه، زمالك، اهلي، مصري، يكون في سماح لدخول مثلا 20000. يعني عارف اللي هو ايه؟ في استاد برج العرب اللي هو في ماتشات افريقيا بس ونرجع في ماتشات الدوري 2000 زي ما احنا بنتعامل دلوقتي. خلاص اللي متطعم بالظبط الشهاده التطعيم. انت هتدخل 60000 في ماتش السنغال. دخل ماتشات افريقيا اللي اللعيبه محتاجه تشوف جمهور، يكون يعني 20000 15000 كده. بالتدريبات يبقى النظام جميل جدا بصراحه، وانا معجب بيه جدا. يعني فكره خلاص شهاده التطعيم، انت خدت اللقاحات قصدي، وعبر حجز بتذكرتي خلاص. تدخل بقى 20، تدخل 30، انت المتحكم في ده من خلال اجراءات احترازيه معينه، من خلال اشتراطات معينه. ليه لا؟ صحيح. رجع بقى انجلترا خلاص، يعني كله خلاص المساله ان شاء الله ان احنا اعتبر ان احنا اخذنا خطوات. وصراحه رابطه الانديه عامله شغل في الموضوع. انا اعتقد ان الماتش الجاي ان شاء الله بعد ما انت هترجع تلعب الوداد تاني مش كده؟ صحيح. ده بعدها باسبوع. باسبوع. لا يبقى لازم تكون في جماهير. لان ده ماتش اعتقد ماتش الوداد العوده امتى يا جماعه؟ احسبوها لي كده، يعني احسبوا لي يوم ايه بالظبط؟ 10 مارس أو تقريبا في شهر 3. في كام كام 3؟ 10 مارس ولا كام؟ لو 10 مارس هيبقى بعديها باسبوعين، فيبقى كويس يعني عندنا فرصه ان تقريبا حاجه زي كده. فانت لازم يبقى في جمهور، واحنا بنناشد فعلا. وعلى فكره تبقى بروفا بالتأكيد، يعني ماتشات الزمالك والاهلي والمصري تبقى بروفا لماتش السنغال، هيكون بعديها باسبوعين ماتش السنغال. بالتاكيد يعني. احنا نتمنى ان احنا رب نعديه ونوصل كاس العالم باذن الله. طيب ايه رايك بقى في يعني بقى لنا فتره كبيره جدا 11 مارس هيبقى 11 مارس 11 الماتش. مارس الوداد بالظبط كده. طيب عايز اسالك بقى لنا فتره كبيره جدا كده التجمع على تشجيع منتخب مصر والروح الوطنيه والعصبيه فاهم، ما كنتش بشوفها غير في الانديه بس. صحيح. يعني ايه رايك في الروح دي وشايفها في ايه في الفتره اللي جايه، خصوصا ان انا امبارح كان عندنا اجتماع في الهيئه الوطنيه للاعلام في وجود طبعا الكاتب الصحفي استاذ كرم جبر، وقال ان لازم نعمل هاشتاج وكل الاعلام يكون في ظهر المنتخب طبعا ومع المنتخب الفتره اللي جايه. اللي خلى الروح ترجع هو المنتخب نفسه. بالظبط. هم لعيبه المنتخب، لعيبه المنتخب نفسها اللي خلت الروح دي ترجع تاني، لان احنا قعدنا سنتين ثلاثه انت فاقد هويه منتخب، مش لاقي له مكانه. صحيح. ترتيبه بيتراجع، شكل المنتخب مش لاقي منتخب حقيقي يلعب باسم مصر. لما فعلا كانت البطوله، حتى البطوله العربيه يعني كانت هي ارهاصه. كانت حلوه قوي على فكره. كانت حلوه قوي برضه. كانت حلوه ارهاصه. كانت الناس برضه بتتفرج ومشدوده. مشدودين واهتمينا لما لقينا لعيبه. بالظبط. وبتطلع لعيبه جديده. جديده وعمر عمر كمال واحمد رفعت واحمد رفعت ومهند ومروان بالظبط والناس دي كلها. فلما جت بطوله بعد الماتش الاول تحديدا، سيبك ماتش نيجيريا وماتش النسيان، من الماتش الثاني لغايه الماتش النهائي لقيت رجاله في الملعب. بالظبط. لعيبه موجوده نفسها رغم كل الاصابات اللي تمت. صحيح. يعني
ورغم ان كميه الشناوي اتعور واكرم توفيق جاله صليبي وعمر كمال ما لعبش الماتش الاخير وفتوح اتعور والونش اتعور بالتاكيد وانت كنت بتقول وحمدي فتحي اتعور والسوليه اتعور يعني شوف انت كل هذه الاصابات والغيابات انما اللي كان في الملعب بيلعب بروح اتنين صحيح واخد بالك كان محسسك انه مطلع كل الطاقه اللي جواه صحيح عشان كده انت تفاعلت معاه احنا نتفاعل مع يعني عارف اللي بيقدر قيمه الفنان ده احنا كنا متفاعلين انهم رجاله بالظبط ان هو راجل ايه الرجاله دي اللي هو يعني موت نفسه مش مهم بقى النتيجه دي بتاعت ربنا صحيح فعشان كده ربنا كان بيدي ولذلك رجعت الروح وده الطبيعي يا كابتن خالد الطبيعي انه منتخب مصر رقم واحد بعد كده اثنين وثلاثه واربعه الانديه بالظبط ده نمره واحد بالظبط بس لما يكون المنتخب بالفعل منتخب بيعبر عن اسم مصر حقيقة وفي لعيبه رجال وهو لاخره اعتقد انه جدير ان احنا كلنا نقف وراه لانه في النهايه المنتخب هو الذي يمثل ممثل مصر فبالتالي انا اعتقد الفتره اللي جايه دي لازم كلنا نتخلى شويه عن التعصب وارجو كمان يعني كل القنوات تراعي والمذيعين والمعلقين يراعوا انه نبعد يعني بقى عن الحاجات الحساسه زي موضوع كهربا ده مثلا ما كهربا ده موضوع ده قضيه ما حدش بقى يجتهد فيه القضيه راحه هتحكم لصالح مين في واحد ناس هتحكم فاهم قصدي بالتاكيد يعني انا نفسي يبقى عندنا قواعد يعني قواعد اللعبه زي ما بيقولوا صناعه اللعبه يا جماعه في قضيه بين الاهلي والزمالك خلاص دي انت عارف كانها قضيه انتصار الكهربا يبقى الاهلي انتصر مفيش لو الزمالك يبقى الزمالك حاجه يعني دي قضيه ما بين لاعب وتعاقد مع لاعب مش عايزين معركه داحس والغبراء زي ما بيقولوا يعني فمساله مش مساله مين اللي هينتصر ومين اللي هيموت الثاني بالظبط دي قضيه مع قضيه محكمه ما تاثرش على العلاقات واتمنى انه الاوضاع يعني يسود الهدوء والوئام والسلام ما بين الانديه في المرحله حتى لغايه ماتش السنغال حتى لا حقيقي وترجع ريما لعادتها القديمه انا نتمنى ان احنا ننتقل للصناعه الحقيقيه لكره القدم زي ما انت بتشوفها الدوري الانجليزي دلوقتي اصبح القيمه الاعلى تسويقيا في العالم كله صحيح سواء من ناحيه بقى والفضل لمحمد صلاح كمان انا بقول لك اهو واحد يعني من نجومنا بالتاكيد يعني محمد صلاح اضاف قيمه تسويقية مادية وتسويقية في الشرق الاوسط كله بالظبط وفي افريقيا بالظبط واخد بالك بسبب وجوده عشان كده خلي بالك المسألة هناك ممكن ما تتوقفش على ان النادي ليفربول عاوزه ولا لا الاتحاد الانجليزي عاوزه ولا لا المسوقين عاوزينه ولا لا الرعاة طبعا بالظبط انت دول الدوري الاسباني فين كده؟ النهارده كان في ماتش برشلونة ها كان حديث العالم برشلونة والله فتحت لي جرح عمال افكر اقول يعني معقوله ابو جبل بقيمته اللي عمله ده ما بيعملش اعلانات معقوله زيزو مثلا ما يعملش اعلانات هو ده بس معقوله الونش مثلا ما يعملش اعلانات غير ما تكون بطوله مجمعه معقوله فتوح ما يعملش اعلانات بص يا كابتن خالد انا لازم يعني انا بتكلم في النقط دي بجد معقوله اشرف بن شرقي ما يعملش اعلانات طب في المفارقه بقى ان كبار رجال الاعمال زملكاويه يعني في ناس كتير منهم كده طيب كبار رجال الاعمال زملكاويه انا مش عاوز منك بس غير ان تدعم اللعبه دي باعلانات فقط لغير لان اللعيبه دي ممكن يكون جزء من عقودها وبقائها هي عقود اعلانيه بالتاكيد ده انا اقصده معظم رجال كبار رجال الاعمال في مصر بينتموا نادي الزمالك بالظبط انا بقولش كلهم معظم يعني الواجب اللي عليهم ان يدعموا النادي من خلال ده بعقود اعلانيه للاعيبه علشان على الاقل يعني يستمر يقدر يستمر في النهايه اللعيب ده انت في عصر الاحتراف دلوقتي بالظبط خلينا شئنا ما بينا انت في عصر الاحتراف يعني هتدفع اللاعب بيبحث عن فعشان كده عن ماليات اكتر فكره العاطفه اللي انت رحتها امبارح دي لازم ترتبط بكده انت راجل محترف عندي بتيجي النادي كام ساعه زي ما بروحنا كده الجورنال بروح كام ساعه بتلعب قد ايه لعبت كام ماتش السنه دي اديت قد ايه كام تمريره كام مسد باص كام اسيست كام جون كام بتاع وعلى اساسها والله كل ده بيساوي كذا هي دي المساله صحيح ونفس الحكايه فبتمنى انه رجال الاعمال برضو يكون لهم دور تسويق لعيبه الزمالك انت بتقول ان هم اهم لعيبه دلوقتي اللي بنطلبوا في الانديه العربيه في البرامج حتى التلفزيونيه وفي البرامج التلفزيونيه لا حقيقي يعني انا اعرف انه في لعيبه تانية بتروح بتاخد فلوس حتى بالتلفزيون المصري بالظبط لا خلاص لا بالتاكيد ومن حقهم ده على فكره اي حته في العالم لازم شوف محمد صلاح لما بيعمل لقاء مع عمرو اديب او مع اسعاد يونس طبعا محافظ الالقاب ليهم بيتغاضى اجور عاليه جدا لانه نجم كبير
فلوس تانية خالص، بيجيب اعلانات بالتاكيد فلوس تانية خالص. آه. يعني ما شاء الله يعني صلاح مع اكبر 4 أو 5 اعلانات في العالم يعني. ف تعال شوف نسب المشاهدات لما شيكابالا راح مع عمرو اديب مثلا، او مثلا مع ابو جبل مثلا، يعني شوف نسب المشاهدات وتاثير لعيبه الزمالك زيزو مثلا فتوح. شيكابالا كان احنا بنعرف بقى عندنا في اه كان نسب مشاهده مش طبيعيه، رهيبه رهيبه رهيبه. اه بالظبط، شيكابالا كانت نسب مشاهدات كانت رهيبه مع عمرو اديب. رهيبه حقيقه يعني. مين اكتر لاعب عشقته في الزمالك؟ قديم ولا جديد؟ لا من 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 منذ قديم الازل حتى الان. لا هو حسن شحاته، كابتن حسن. لا هو ده اكتر واحد حبيته، لعيب مش طبيعي. لا لعيب يفوق قدرات لعيبه بالكره الحديثه الحاليه دلوقتي. هو لعب كره حديثه في زمن قديم يعني، لو حسن شحاته موجود دلوقتي بقدراته كان من نجوم مصر. لا 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 من نجوم حاجات كتير. لا لا كان بيلعب كره حديثه في زمن قديم، حديثه في زمن قديم. الكوره اللي بتشوفها دلوقتي ده بالظبط اللي كان بيلعبها حسن شحاته. يعني في نجوم مثلا في الزمن القديم مواهب فازه ما يلعبوش دلوقتي؟ يلعبوا دلوقتي. لا انا قصدي في انت بتقول حسن شحاته كان كره حديثه في الزمن القديم. طب كره حديثه في الزمن القديم بقى ناس اتنجمت، هل لو بنفس امكانياتهم دوم لعبوا في الزمن ده ما يبقوش بنفس النجوميه؟ لا 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 خالص. ليه بقى؟ مش بنفس السرعه، مش بنفس القوه. كابتن حسن يعني ده فلته حقيقة، حسن شحاته فلتة فلتات زمن الكورة في مصر. يعني ده مش لعيب كورة طبيعي. صحيح، وكان مش مدرب طبيعي كمان. لا انا فرحنا كمان كم لا وانتمائه يا كابتن خالد. لا يعني حقيقة يعني انتمائه كان غير طبيعي. كابتن حسن شحاته انتمائه لهذا النادي بالفعل غير يفوق بمراحل كتير جدا انتماء اي حد حقيقة. ولاعيب بالفعل لو تقيم حقيقة لا ده صحيح. انما دلوقتي طبعا انا شيكابالا بالنسبه لي حقيقه انا بطمن لما بيكون شيكابالا في الملعب. صحيح. شوف. ان شاء الله ربنا يكرمه بعد بكره ان شاء الله باذن الله. استاذ عادل نورتني وشرفتني. الله يخليك يا كابتن خالد، بكون سعيد معاك جدا. وانا كمان والله. الله يخليك يا رب. دعواتنا كده للزمالك يوم السبت باذن الله. يا رب ان شاء الله. استاذ عادل السنهوري طبعا كاتب الصحفي الكبير باليوم السابع ورئيس التحرير التنفيذي لموقع اليوم السابع كان ضيفي، بشكره شكرا جزيلا على تواجده. بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامج زملكاوي، تصبحوا على 1000 مليون خير.